اهلا بكم. خليني اكلمكم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. الاسر لازم تتنبه بالنسبه لاطفالها، بالنسبه للمراهقين الموجودين في البيت، حتى بالنسبه للشباب، لازم يبقى فيه رقابه وتثقيف ونقل خبرات وكلام من القلب وارشاد من القلب وقدوه قبل كل شيء، عشان الاولاد دول ما يقعوش في براثن ما يسمى بالمواقع والأفلام الإباحية. دي منطقة في منتهى الخطورة. إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية ده ريكورد بأنه إدمان، موجود في الكتب العلمية في الطب، ودرسوه وفسروه بدقة شديدة. لأنه إدمان الأفلام الإباحية والمشاهدة المستمرة ليها بيعمل خلل في مستويات ما يسمى بالدوبامين والتستوستيرون والسيروتونين. التلات هرمونات دول بيؤدوا، أو المشاهدة ليهم بتؤدي هذه المشاهدة المستمرة لخلل في التوازن بين الهرمونات دي، وبالتالي يبقى الإنسان مدمن على البحث عن مستويات عالية من الدوبامين، وده هرمون بيديله إحساس بالسعادة أو بالانبساط، فبيبدأ يدور عليه. اللي بيحصل إن المشاهدة المستمرة للأفلام ديت بترفع الدوبامين في بادئ الأمر، ثم بعد كده بيحصل نوع من الادابتيشن للمستويات دي من الدوبامين، وبيقل ويحصل ديبليشن، يحصل ان الدوبامين ده ينتهي، فيبقى الانسان ده مايل للاكتئاب باستمرار. فالمشاهده تبدا بسعاده في بدايتها لفترات قصيره جدا، وتنتهي الاكتئاب وعزله ورغبه احيانا كمان في الانتحار. ده الريكوردد. كمان التستوستيرون نفس الكلام. ومن الحاجات اللي بتعمل نوع من الكونديشن ريفلكس، اللي هو ايه الكونديشن ريفلكس؟ انت بيرتبط معاك الاستمتاع الجنسي بشكل معين من الشكل والاداء والاسلوب، وغالبا لا الشكل ولا الاداء ولا الاسلوب ده بيبقى موافق للحقيقه. في مونتاج وفي كاميرات بتغير من الاشياء، فبالتالي انت شايف شيء غير واقع، غير رياليتي، وان كان مرسوم لكن هو ده الرياليتي. ففي النهايه بتبقى غير حرمانية الشيء، إنه حرام أكيد، بترتبط في دماغك صورة معينة للجنس، هذه الصورة غير حقيقية. النتيجة إنك أنت ترفض الحقيقة ولا تقبل على الحقيقة، فتلاقي الراجل اتجوز لكن شايف إن مراته ليست هي ما يراه، وده سبب في أسباب الطلاق، من أسباب الطلاق هي ما يراه في طوال 10-15 سنة كان مدمن فيهم للأفلام، شايف إن مراته هي مش هي، مش هي اللي أنا كنت اللي هو بيشوفها في الحاجات دي، فيحصل ايه؟ ينفر من مراته ويطلقها، يحدث جاب في العلاقه الزوجيه. دي كارثه يا جماعه، كارثه. احنا لازم نتنبه لهذا الامر. انا شايف انها واحده من اسباب الضعف الجنسي كمان، لانه خلاص هو بقى عنده ادمان، عنده احتقان بانتظام باستمرار. الاحتقان والادمان دوت يؤدي الى ضعف في، وكمان ممكن يؤدي الى ادمان العاده السريه، تلف في الجسم الكهفي، تليف في الجسم الكهفي، ضعف جنسي قد لا ينفع معه الا دعامه، الا تركيب دعامه، يصل الى مرحله انه يركب دعامه. انتبهوا، الكلام ده مهم جدا. ضيفي العزيز واحد من الاسماء القديره في عالم الذكوره، النهارده هنتكلم عن الضعف الجنسي والذكوره من منظور مهم جدا، تصحيح مفاهيم، لانه كتير من المفاهيم بقت ملخبطه في عقول الكثيرين. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد عبد الشافي. لازم يبقى فيه رقابة وتثقيف ونقل خبرات وكلام من القلب وإرشاد من القلب وقدوة قبل كل شيء، عشان الأولاد دول ما يقعوش في براثن ما يسمى بالمواقع والأفلام الإباحية. مدمن الأفلام الإباحية عنده مشكلتين، مشكلة ما قبل الزواج ومشكلة ما بعد الزواج. إدمان العادة السرية هي الكارثة الكبرى في ما قبل الزواج. انتشر على السوشيال ميديا وفي بعض الحوارات من يقولون بانه الدعامه ممكن نعمل لها مدخل في العمليه، في اجراء العمليه، في تقنيه العمليه نفسه، من خلال فتحات معينه، ويقولون ان هذه الفتحات هي افضل في الاجراء الجراحي. المفاهيم دي للاسف شتتت الناس فيما يلي. اولا الناس فهمت ان بذرة الدعامه من الخصيه يعني ما بتدخلش العضو خالص، وان هو يا دوب بذرة في الخصيه يتصلح او يتعالج الانتصاب. ده مفهوم الناس، بل بالعكس ده هم اكدوا له هذا الاحساس وقالوا احنا ما بنفتحش العضو خالص لا من بره ولا من جوه. الجري وراء الاوهام بصراحه يعني مثلا المريض اللي هو بيسمع لزميله
وبيسمع اللي ما عارفش سين وصاد وسايب الدكتور المعالج. لا طب انت يعني زميلك ده هيضللك وهيتوهك وهتلاقي نفسك ماشي في طريق ملوش اخر. والمخيف جدا بكثير حتى من الاوهام التي كنا ننظر لها انها ليست ذات فائده لكنها لن تضر المريض. انا بعتقد انه علميا هي بتضر في النهايه ضرر شديد للغايه. الاستاذ الدكتور محمد عبد الشافي استاذ جراحات المسالك البوليه والضعف الجنسي بكليه الطب، الحاصل على زماله امراض الذكوره من جامعه ساو باولو، عضو الجمعيه الامريكيه لامراض الذكوره. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور محمد عبد الشافي، منور الدكتور، سعيد جدا بهذه الزياره. اشكرك. هبدا بما انتهيت به، كيف ترى خطوره مشاهده وادمان افلام الابحاث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة، هو فعلا مدمن الأفلام الإباحية عنده مشكلتين، مشكلة ما قبل الزواج ومشكلة ما بعد الزواج. مشكلة ما قبل الزواج من كتر ما شاف الأفلام هو أصبح متعود عليها، أصبحت بالنسبة له فعلا إدمان، وتعوده على مثل هذه الأشياء بيخليه دايما يعمل ما يسمى بالعادة السرية اللي هي مستقبلا برضه هتضره بعد الزواج. فهو دايما وقته محصور ما بين ان هو يتفرج على الافلام ويدمن العاده السريه. ادمان العاده السريه هي الكارثه الكبرى فيما قبل الزواج، لكن نيجي بقى بعد الزواج زي ما حضرتك اتفضلت برضه، هو بيشوف صوره معينه للانثى او الطرف الاخر الذي يرغبه. فبعد الزواج مش هيلاقي الصوره ديت، لان دي صوره طبعا بالفلترز والحاجات اللي بتتعمل مش حقيقيه 100%، يعني فيها برضه نوع من التجميل اللي هو ما مش حقيقي يعني. فدي بتبقى مشكله فعلا، انه يبقى باصص للطرف الاخر او الزوجه اللي هو ارتبط بيها على انها مش هي دي اللي انا عايزها، مش هي دي اللي بشوفها. فبيبدا من الاول نفور. رغم انه لو شاف اللي بيسموهم ممثلات على الحقيقه هيلاقي ان هم مش كده، مش بالشكل اللي متخيل. بالظبط بالظبط، المونتاج بقى والفلتر. لا هو فعلا الكاميرا بتخدع، هم معظمهم على فكره قصيرين صغيرين في الحجم، ما بيزيدش وزنهم عن 50 كيلو 55 كيلو 60 كيلو بكتير. ممتاز. فمش بالشكل اللي هم متخيلينه يعني. بالتاكيد. طبعا في ناس دلوقتي تقول لي انت شفتهم فين؟ لا انا شفت افلام بتشرح الحقيقه. ده حقيقي. يعني في افلام، مش بقى افلام، لا افلام بتورينا حقيقه الناس دول في الواقع، اللي افلام طبيعيه، افلام وثائقيه بتقول لك ان حياتهم كارثيه. ده خالص. ده حقيقي. كارثيه. ده حقيقي. طبعا غير معاناتهم من الامراض. ده حقيقي. كمان هو نفسه بقى يشوف مع المونتاج والتقطيع والتواصل ان العلاقه بتدوم مثلا ساعات، في حين ان في الواقع هي غير كده خالص. فهو بيلاحظ ان هو كمان اداؤه مش طبيعي، هو مش هو ده اللي بيشوفه. برضه الاحجام اللي بتبقى في الافلام من احجام الاعضاء التناسليه بتبقى برضه مبالغ فيها ومتضخمه شويه، فبيشوف برضه ان هو مش طبيعي. فهو كده كره حياته ما قبل الزواج وما بعد الزواج، فاصبحت الدنيا بالنسبه له تحطم تماما بسبب هذا الادمان. تحطم نفسيا، تحطم عضويا، هد بيته اللي هو بدا يبنيه من بدايه، من قبل ما ينشا وقتل في مهده. فطبعا احنا لا ننصح بمثل هذه الاشياء لانها مدمره للمجتمع باكمله وليس للشخص ولا لاسرته فقط. هناك الكثير جدا مما يقال في المجتمع المعالج للذكوره، بعض ما يقال له اعتقد انه خرافه. من ضمن الكلام اللي انا عايز اعرف حقيقته من حضرتك النهارده، ما يسمى بحقن الفيلر والدهون حول العضو الذكري، هل هذا واقع علميا ولا له مضار؟ ممتاز. هو طبعا زملائنا الافاضل الاطباء التجميل قالوا ان الفيلر ده بيستخدم للتضخيم، يعني احنا لما نحب نضخم العضو نفسه يا اما ان احنا بنحقن دهون او بنحقن فيلر، فهو وسيله من وسائل التضخيم. بعدين بدأنا لما لقينا في بعض الناس عندهم مشكلة قذف سريع، البعض منا استخدم الفيلر برضو في الحقن في ما يسمى بالجلانس أو رأس العضو حتى يقلل الإحساس، فيعالج جزئيا أو يعني يعادل أو يعدل من مشكلة القذف السريع. يبقى إذن هي وسيلة من وسائل التجميل لتستخدم للتضخيم، يعني لزيادة القطر في العضو، والبعض يستخدمها لعلاج ما يسمى بسرعة القذف إذا حقن فقط في رأس العضو. طيب هل الفيلر ولا الدهون
ده الكلام اللي بيتسأل على طول، يا ترى احقن فيلر عشان للتضخيم ولا احقن دهون؟ كل حاجه ليها ميزه وليها عيب. الدهون هي حاجه طبيعيه ناتشرال، مش وارد ان يحصل فيها التهابات كتير زي الفيلر، لكنها سرعان ما تذوب، يعني بتنتهي في خلال مده من 6 شهور الى سنه. طيب الفيلر بيقعد مده اطول، لكن السؤال انا بعد ما يدوب الفيلر او الدهون، هل شكل العضو بيرجع بشكله قبل الحقن؟ لا طبعا، لان لما بيحصل امتصاص لهذه الدهون او للفيلر لا يمتص بشكل متناسق، بتبقى حتت زي المطبات، تلاقي شكل العضو مشوه، حتت مرتفعه وراها حتت منخفضه، شكله فعلا اجلي بمعنى كلمه اجلي، يعني قبيح قبيح قبيح. فلا ننصح به، لانه اولا لا يدوم، ثانيا لا يحدث ما يريده الرجل من هو يقصد انه عايز زياده في القطر مع قوه، مش زياده شكليه ملهاش اي لازمه، لا هو عايز حاجه ثانيه خالص. لا يتحقق هذا الشيء بحقن الفيلر ولا بحقن الدهون. ف ايه الهدف؟ ايه الهدف من احنا طبعا في منتهى الخطوره كمان ان لو حصل انفكشن في الفيلر هنا تبقى نصيبه سوداء، الانفكشن هنا تبقى مشكله. ده اكيد انفكشن يعني عدوى وده وارد في الفيلر. ده اكيد كمان الدراسات اثبتت ان لا طول ولا قطر العضو له علاقه بالقدره الجنسيه او بالامتاع للطرفين. هي اهم حاجه في الموضوع هي صلابه الانصاب وليس قطر او طول العضو. السؤال اللي بيفرض نفسه بقوه شديده انه في ناس روجت لعمليه اسمها عمليه علاج سرعه القذف وسموها اسم دلتا بريشن، تمام، وتبين ان هؤلاء ناس غير متخصصين وان هذه عمليه تاليفيه او بمعنى اصح من خيالهم ملهاش واقع، او حتى لو هي بيعملوا فيها شيء في شيء غير معترف به عالميا. تمام، طيب نرجع لسرعه القذف كمفهوم، يعني امتى نقول ان الشخص عنده سرعه قذف؟ المفروض ان الشخص اللي عنده سرعه قذف هو الشخص الذي اصبح القذف عنده يحدث في مده اقل من المعتاد، بس دي حاجه ما نقدرش نقيسها ونحط لها معيار علمي، لكن العلم او الجمعيه الدوليه لطب الزهور قالت ان اي شخص يحدث عنده قذف بعد الايلاج في مده تقل عن دقيقه او 60 ثانيه فهو يعاني من ما يسمى بسرعه قذف. طيب سرعه القذف دي مشكله فعلا بالنسبه لنا كاطباء. الجمعيه الدوليه لطب الزهور اللي هي المرجع لنا كلنا قالت انه لا يوجد علاج لسرعة القذف إلا العلاج الدوائي فقط. طب ليه؟ لأنه آمن، وإن كان فعاليته على المحك لكنه آمن وفيه جزء من الفعالية، يعني يصلح لبعض الناس. أما التدخلات بأشكالها سواء اللي بيحقن فيلر، سواء اللي هو بيألف عمليات من دماغه، سواء اللي بيقول لك والله أنا بستخدم التردد، هو بيألفه فعلا، هي تأليفات للأسف معتمدة على فكرة أن سرعة القذف مش مفهومة فكلها نظريات، يقول لك والله هو يمكن إحساس زايد فلما نقطع العصب أو أطراف العصب، والعصب ده ممكن يعمل مشكلة، هو بيقول أنا بقطع أطراف واحدة من البريفرز أو يقلل يقلل الإحساس شوية في هذا المكان. وفي اللي يقول لك معرفش سيتا ودلتا وكلام كله للأسف، وإن كان فاعلا في بعض الحالات لكنه غير آمن ولا يصلح وسيلة علاج لا يتوفر فيها الأمان، إن كانت فعاليته أحيانا في بعض الناس قد تكون أقوى من العلاج الدوائي لكنها غير آمنة. فعشان كده لم تعترف بها الجمعية الدولية لطب الذكورة ولا ننصح بها إطلاقا، لأنها يعني طبقت في العالم كله والبعض يعني نشر إنها لها نتائج كويسة لكنها غير آمنة إطلاقا. هذا بقى إلى سؤال طويل شوية أو يعني قصة طويلة شوية. الدعامة هي وسيلة من وسائل علاج، أو هي الوسيلة التي عندما يقف الأساليب الأخرى يعني حائرة فهي الوسيلة التي تنجح في علاج الضعف الجنسي. مظبوط. انتشر على السوشيال ميديا وفي بعض الحوارات من يقولون بأنه الدعامة ممكن نعمل لها مدخل في العملية، في إجراء العملية، في تقنية العملية نفسه من خلال فتحات معينة، ويقولون أن هذه الفتحات هي أفضل في الإجراء الجراحي. هل هذا كلام منضبط علميا؟
كلام غير منضبط لعدة أسباب. يعني من أشهر الحاجات ويمكن حاجات فعلا تثير الضحك والسخرية إن البعض يقول لك إيه أنا ابتكرت زراعة الدعوم من الخصي. ابتكرت ابتكار على فكرة لاند مارك مهمة أوي. أي حد يقول كلمة أنا ابتكرت عملية الفلانية أو أنا ابتكرت زراعة أو إلى آخره بدون ما يكون معاه إيفيدنس عالمي ويكون كل العالم عارفه وموجود على كل المواقع وموجود في كل الأماكن، ده هذا بيكذب كذب في العلم بشكل أكيد. تمام. المفاهيم دي للأسف شتتت الناس فيما يلي. أولا الناس فهمت أن بيزرع الدعوة من الخصية يعني ما بيدخلش العضو خالص، وأن هو يدوب بيزرع في الخصية يتصلح أو يتعالج الانتصاب. ده مفهوم الناس، بل بالعكس ده هم أكدوا له هذا الإحساس وقالوا إحنا ما بنفتحش العضو خالص لا من بره ولا من جوه. وبعدين لما زنقنا عليهم عشان نفهم الناس قال لك لا إحنا بس ما بنفتحش من بره. فكلام للأسف هو الهدف منه شوية دعاية إعلامية ليس إلا، لكن لما نيجي نبص للموضوع نفسه لا، زراعة الدعامة من الخصية هي إحدى الوسائل التي وجدت منذ أن زرعت الدعامات، فلا تزرع الدعامات إلا في أحد ثلاث أماكن. إما بفتح من الجلد بتاع كيس الصفا نفسه أو كيس الخصية، أو بفتح في مكان الجلد اللي تحت رأس العضو مباشرة، أو في أسفل البطن. ودي منذ أن زرعت الدعامات هي المطبقة. ما يجيش حد بقى بعد 50-60 سنة يقول لك أنا ابتكرت ما أعرفش إيه، ده كله كلام فاضي. طيب السؤال بقى اللي العيان عايز يعرفه بعيدا عن الكلام ده كله، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ لا هو كلام صح. الدعامة بتتزرع من جلد الصفن زي ما بتتزرع من أسفل البطن زي ما بتتزرع من أعلى. طيب هل ده زي هذا الكلام يعني كما فهم المريض أو بيشيع له إن هو ما بيدخلش العضو؟ لا طبعا لازم الدعامة تتزرع داخل العضو، جلد الخصية ما هو إلا مدخل. طيب هل الكلام ده ابتكار؟ لا والله هو مش ابتكار، هي موجودة من مئات السنين، يعني من ساعة ما في جراحات في العضو الذكري بتتفتح في جلد الخصية. يقول لك لا والله احنا ايه مش بنزرع في العلاقة مكان الاتصال العضو بالخصية، ده احنا بقى ابتكرنا من الخصية مباشرة. كلام تحس انه كلام كوميدي فعلا، عمرنا ما كنا نسمع عن الكلام ده قبل كده. سؤال اللي بيفرض نفسه بقى، هل هناك أفضلية لدعامة عن دعامة أخرى ولا لكل واحدة ميزة وعيب؟ ممتاز، سؤال جميل جدا وهو يطرح يوميا. نقدر نقول في جملة واحدة أن كلا الدعامتين اللي هما المرنة أو اللي بنسميها العادية والهيدروليك كلاهما يصلحا لأي شخص يعاني من الضعف الجنسي. ولما بنحط تفاضل لابد أن يكون في معيار للتفاضل، ما ينفعش أن أنا أقول والله دي أحسن على الإطلاق أو أنا بحبها أو أنا ما بحبهاش. لا، في معايير للتفاضل اختلف فيها الأطباء، لكن لما نرجع للأساس الاختلاف هنقول والله أنت قلت أنا بحب كذا تقول لي ليه، أنت قلت دي أفضل تقول لي ليه. من وجهات النظر اللي بيروجهم للدعامة الهيدروليك أنها الأفضل عشان هي أقرب ما يكون إلى الطبيعة، أنها بتعمل انتصاب كامل وارتخاء كامل. الكلام ده جميل ولا ننكره يعني، لكن قل لي بقى يا دكتور الكلام ده امتى كان له ميزة او كان ميزة؟ لما كانت الدعامات المرنة وقتها كانت لا يمكن طيها بسهولة فكانت تمثل حرج للمريض، فكنا عشان نهرب من هذه المشكلة محتاجين نشوف حاجة اقرب ما يكون الى الطبيعة، فلجأنا للهيدروليك او صنعت من اجل ذلك الهيدروليك. لكن مع الوقت لانها زي ما في الصورة جهاز معقد في وصلات رفيعة بتسد وتعلق وتسرب، القطع الداخلية بتاعته بتتغير، يعني إحساس فيه مش طبيعي لأن أنت بتحل محل النسيج الكافي اللي هو النسيج الوظيفي، فأصبح فيه العديد من المشاكل اللي خلتنا رجعنا تاني نقول الله طب وإحنا إيه خلينا ندخل في هذه الدايلمة؟ طب ما الدعامة المرنة لو قدرنا أن احنا نعدل فيها وبقت يسهل طيها وإخفاها مش محتاج الكلام ده كله. وده اللي حصل فعليا، وعدلت الدعامات المرنة فأصبحت مرنة بعد أن كانت صلبة. فاللي بيتكلم لازم يحط الأساس ويحط قدامه التاريخ بتاع ظهور الدعامات، متى بدأت وإيه اللي بدأ الأول وليه دي طلعت وليه دي اختفت بعد ما طلعت وظهرت التانية. فاللي بيمشي متابع تاريخ ظهور الدعامات هيقول والله أن المرنة هي الأفضل، واللي بيقول هيدروليك وأفضل فهو واقف عند محطة من التاريخ لم يتجاوزها. في العالم الجراحة، مش بس في جراحات الذكورة، في عالم الجراحة عموما، في نوع من الترويج الإعلامي أساء لجراحات عديد، ودايما الإعلان ده الإعلان التجاري ده بيحاول يشد انتباه المريض فبيحطه كلمة بدون. ممتاز. بدون دي كلمة مش بقت يعني
مخيفة أول لما نشوف. أقول لك إيه؟ جراحة تركيب الدعامة بدون ألم وبدون جرح. هو كان فاضل إن هم يحطوا كمان وبدون جراحة وبدون جراح وبدون مستشفى وبدون دعامة. ده حقيقي. وبدون أي حاجة. فتبقى إحنا في دلوقتي في عالم البدون. البدون ده خطير جدا، لأنه أنت عارف سواء بدون طيارة بدون طيار يعني ماشي، طيارة بدون طيار ماشي، لكن جرح بدون جراحة بدون جرح دي إزاي يعني؟ هو للأسف هو نوع من يعني زي ما يقال في المجالات الأخرى غير الطب اسمه ترند. أنا عايز أركب الترند، أجيب حاجة غريبة وحاجة مش معقولة وحاجة الناس تشوفها تقف قدامها. للأسف في يعني للأسف هو يعني أنا بلوم واحد صديق عامل مجموعة إعلانات كاتب فيها إعلام أكلمة كده ما تسترخصش، أنا بلومه جدا لأن ده باحث عن الترند. صح. باحث عن الشهر. ده أنا ما بحبش النوعية دي من الإعلانات. ده يعني ده لوم وعتاب لصديقي، يعني إنه ليه أنا أحط، وأنا لوم كمان الزملاء اللي بيكتبوا كلمة بروفيسور. زملاء دكاترة أساتذة يعني كلية الطب، ليه يحط كلمة بروفيسور؟ تمام. إحنا بنقول دكتور يعني، هو بحط أستاذ دكتور فلان فلان، بحط الدكتور فلان في الطبيب ممتاز. فلان فلان ممتاز. هو ده كلمة عيب؟ البروفيسور هناخد كلمة البروفيسور يعني دي كلمة بتدي شياكة أكتر يعني؟ لا إطلاقا، هي وإن كان بعض الأساتذة كليات الطب مثلا من حقه إنه يقول أنا بروفيسور على أساس إن بروفيسور هي ترجمة كلمة أستاذ بكلية الطب أو أستاذ بصفة عامة يعني. بس يعني أصل هي قانونا بروفيسور دي أتاحت يعني لناس مش أطباء يكتبوها للأسف، لأن الطب ما بيترجم يعني لما يجي حد يقول له أنت بتقول نفسك وتقول لك لا أنا بروفيسور، هو مقيد بأستاذ الجامعة. بروفيسور أستاذ جامعي. طبعا بروفيسور. لكن لكن ما يبقاش واحد مش منتبه جامعة أنا بروفيسور في لا ده بروفيسور دول ده في ناس مش دكاترة كتبوها نفسهم. على السن القانون ما بيحاسبش عليه للأسف، ما أعرفش القانون بيحاسب عليه ولا لا، بس يعني أنا في رأيي إنه الكلمة دي مفروض ما تتحطش، وبلوم أي زميل وصديق حبيب إلى قلبي إنه يكتب بروفيسور للأسف. بيبقوا دكاترة محترمين جدا، بس ما أعرفش مين حط في دماغهم إنهم يكتبوه، مش بيبقى هو اللي قرر. للأسف في حاجة دلوقتي بقت ظاهرة اسمها المستشار الإعلامي لبعض الدكاترة. غالبية المستشارين الإعلاميين دول بيبقوا ولاد مش عندهم الفكر الصح. هي طبعا لما نيجي نرجع لأساس الموضوع بعيدا عن الألقاب، هو حتة الدعامة بدون ألم أو دعامة بدون جرح خلت الناس بدأت تقف. الله، ده معنى كده أن الدعامة مؤلمة؟ يعني هم خلوا الناس تكره فكرة زراعة الدعامة من كلامهم الفاضي ده كله. لا يوجد ألم مع الدعامة للشكل الذي يستدعي أن احنا نبحث عن مصطلح دعامة بدون ألم، زيها زي أي جراحة. لو تشوف الحل تلاقي حل كوميدي جدا، هو البي سي ايه يعني بين الالجيسيكا كونتينوس حاجه كده، مسمى غريبه. يقول لك احنا بنعمل تحور عصبي، انت بتحور على العيان مش على الاعصاب يعني، حاجه مسخره يعني. قول لي بقى الشوك ويفز حقيقتها دلوقتي ايه، وبلازما وحقن البلازما. تمام. ناخد واحده واحده. الشوك ويف ثيرابي واحده من الوسائل التي ظهرت يمكن من حوالي 6 سنوات تحديدا، وكانت فكرتها واعده بتعتمد على ان انا لو سلطت شوك ويفز او اللي نسميها الموجات الصدميه او الصادمه على نسيج رخو، يعني مش حصوه مثلا او عظمه، بيساعد على تجديد شعيرات دمويه. الفكره كانت جميله وكانت في ذهن احد الباحثين، وقال اما اعمل التجربه على 20 مريض واشوف الموضوع ايه. ال 20 مريض دول كان بيديهم فياجرا او منشط بصفه عامه يعني، وكانت الاستجابه مش 100% يعني 70-80%. فقال والله لما تتجدد شعيرات دمويه نتيجه لهذا القصور ممكن يحسن الاداء شويه. البحث بتاعه لما عمله لقى في نسبه نجاح 68.3%. طيب، وعملوا على فئه معينه من المرضى وعلى 20 مريض فقط. عملوا عدد قليل. تجربه كانت تجاريه قوي يعني، احنا برضو احنا نشجع البحث العلمي يعني، احنا نقول ماشي التقييم انه عمل. بس انا هقول لحضرتك عشان انت مهذب مش عايز تقول الحقيقه، ان التجربه دي اتبنت على فكره تروج لجهاز معين انا في رايي، والجهاز ده كان بيعد لتكوينه من شركات معينه ودعمت الفكره دي لانها كانت مبنيه على لا علم للاسف الشديد، وده اللي حصل فعلا.
اتصنعت أجهزة غزت العالم كله بدون مبالغة. اه. والناس كلها جربت الموضوع. ده واحد فايدة. من أكبر النصبات في المجال. للأسف اه. مفيش فايدة. وبعدين قالوا له يا فلان أنت قلت كذا. لا لا تمثيلية. تمثيلية يا باشا. والمصحف كله تمثيلية. هنشوفها على سكيل أوزع. تمثيلية يا باشا. تمثيلية. للأسف الشديد. عارف تمثيلية؟ تمثيلية. من الأول تمثيلية؟ يعني كانوا عايزين يصحوا معاه أجهزة فعملوا اشتغال. واللي جاب جهاز اتورط فيه وخلاص وانتهت القصة. فيما يخص البلازما برضه فكرتها جميلة. وبرضه زي ما بتاع الموجات الصدمية قال إنها مش علاج. برضه بتاع البلازما قال إنها مش علاج. قال إنها بتحسن الاستجابة للعلاجات المعترف بها إذا كان المريض يعاني من ضعف جنسي ولا يوجد اي مشكله عضويه. عملت له فحوصات وكل حاجه سليم تماما وبديله بس المنشط استجابته ليه ضعيفه شويه عايز اقويها. فقال لك احنا ممكن نحقن البلازما على اساس انها فيها ما يسمى بالجروث فاكتورز او عوامل النمو اللي هي ممكن تحفز الخلايا وتخلي استجابتها اعلى. ولما بدا الموضوع وجربه لا النتائج مش مبشره كما كان متوقعا. والموضوع انتهى في مهده عنده هو شخصيا كباحث وكشخص يعني بيقدم لنا الجديد. لكن للأسف ما زال المتصيدون بقى الأفكار الخيبة. هو الفكرة مش خيبة الحقيقة عشان ما نبقاش ظالمين الراجل. يعني الفكرة كانت جميلة. ما زال متصيدون بقى لما يسمى إن هو أي حاجة وخلاص. ما زال لحد اليوم بيحقنوا الناس يقول لك أنا حقلك ولو ما جابتش نتيجة هبقى نعمل لك كذا. أنت يعني الجلسة دي مجانا مثلا؟ اما تعمل لها 6 جلسات بفلوس وفي الاخر انت عارف انها بايظه او مش شغاله او مش فعاله انت كده بتخدمه ولا بتضره. للاسف ابتزاز. عندي 3 ألفاظ هتعلق لي عليهم بتفسيراتك من وجهه نظرك لهذه الالفاظ. اما اقول لك خدعوك فقالوا. انت هتقول للناس ماذا اكثر ما يمكن ان يكتب تحت كلمه خدعوك فقالوا؟ هي حاجات كتيرة بس ناخد واحدة واحدة. خدعوك فقالوا. لا مش ناخد كتير على أكل وقال. خدعوك فقالوا أنه يمكن أن يحدث تكبير للعضو باستخدام أعشاب وكريمات وحاجات موضعية. طيب الخداع هنا في إيه تحديدا؟ الخداع أنه لا يوجد أي وسيلة للتكبير إلا الجراحة والجراحة غير آمنة. يبقى لا يوجد وسيلة. تمام. علما بأن من يطلب هذه الأشياء هو مش محتاجها. احنا بنقول الطول الطبيعي العضو من 7 إلى 14 سم. أغلب الناس فوق 16 و18 و20 وبيدوروا على إطالة. طب اللي تحت 7 هو معمول عشانه مش ليك أنت. وبالتالي برضو لا الشخص هي ليه هو ولا الوسيلة نفسها تنفع. طيب. كذبة أبريل ماذا تقول تحت عنوان كذبة أبريل؟ تعرف طبعا كذبة أبريل هي كذبة فبراير اللي حته الدعابه بدون جرح دي. دي اه دي كذبة. دي كذبة فظيعه يعني كذبة. اشمعنى نقيت فبراير؟ عشان ظهرت فبراير فعلا. يعني الناس بعتتها لي فعلا ده ايه الحق ده بيقولوا في كذا. من التي يعني في عالم الذكوره وفي عالم جراحات الذكوره تصفه بانه الساحره ميدوز؟ انت عارف الساحره ميدوز اللي هي الساحره اللي طلع منها التعبين؟ تمام. اذا نظلها احد انت عارف طبعاً. الاسطوره دي تحول الى حجر. تمام. شريره يعني. تمام. ايه الحاجه الشريره قوي في عالم ما يتعلق بالذكوره؟ الجري وراء الاوهام بصراحه. يعني مثلا المريض اللي هو بيسمع لزميله وبيسمع اللي ما عارفش سين وصاد وسايب الدكتور المعالج. لا طب انت يعني زميلك ده هيضللك وهيتوهك وهتلاقي نفسك ماشي في طريق ملوش اخر. هتمشي. هو ده الساحره بدون. نورت وشرفت وابدعت كعادتك في رحله رائعه في رحله متنوعه تناولنا فيها الكثير والكثير ما بين الحقيقه والوهم والاوهام كثيره والوهم متدرج ما بين وهم غير ذو فائده ربما لا يضر بشكل كبير لكن لن يفيد وفي النهايه هو وهم او وهم مضر والمخيف جدا كثير حتى من الاوهام التي كنا ننظر لها انها ليست ذات فائده لكنها لن تضر المريض. انا بعتقد انه علميا هي بتضر في النهايه ضرر شديد للغايه. يعني حتى الموجات الصدميه انا اعتقد انها غير مفيده لعلاج الضعف الجنسي لكن اعتقد انها مؤثره على الجسم الكهفي بشكل سلبي مش بشكل ايجابي على الاطلاق. انه حقن الدهون والفيلر وان كان ليس ذا فائده كبيره جدا ولكنها قد يضر ضرر كبير جدا لانه ممكن يحتوي على انفكشن او عدوى.
هناك عمليات أشيع أنها تعالج سرعة القذف، لكن هذه العمليات قد تودي بقدرة الرجل الجنسية وتحوله من رجل يعاني من سرعة القذف إلى رجل يعاني من ضعف جنسي. إذن دائما الذي لا يفيد في البداية نقول أنه لا يضر، لكن في الحقيقة وفي المؤكد أنه في المستقبل بيضر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور محمد عبد الشافي، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي بكلية الطب الصعب زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو وعضو جمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. نورت الدكتور. أشكرك دكتور أيمن، خليكم دائما مع الدكتور. واحدة من الدراسات المتعددة في نفس الموضوع، دراسة هولندية سنة 2008 اتكلمت عن انخفاض فرص حدوث الحمل إذا كان مؤشر الجسم أعلى من 29، واللي بيعدي مؤشر كتلتها 30 بيرتفع احتمال إصابتها بمرض السكر 3 أضعاف بالمقارنة بمن تحافظ على وزنها. الدراسة أثبتت أن السمنة تؤثر بشكل كبير على خصوبة المرأة من خلال إحداث اختلالات في الهرمونات المسؤولة عن الإباضة، وأن البدانة مرتبطة بمتلازمة تكيس المبايض اللي بتؤثر على واحدة من بين 5 نساء في سن الإنجاب. الدراسة أكدت معدلات ذكرت في دراسات سابقة عليها أن احتمالات العقم بتزيد بنسبة 27% لدى زائدات الوزن، فيما تزيد بنسبة 78% لدى البدينات. أهلا بكم، النهاردة حوار مثير طبعا وممتع، والرابط ما بين السمنة ومشاكل النساء، مشاكل الإنجاب، رابط كبير. الحقيقة السمنة بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المبايض في حالة تكيس المبايض. قصة مثيرة جدا، PCO البوليسيستيك أوفري، تكيس المبايض أو متلازمة الأيض أو متلازمة الديفكت أو المشاكل الميتابوليزم البناء والهدم. تلاقي ست عندها تكيس مبايض، عندها سمنة، عندها زيادة في الشعر، عندها بدايات سكر أو احتمالية سكر، عندها زيادة كوليسترول، وممكن الضغط يكون عالي. ست غريبة جدا. السمنة برضو مع الحمل قصة مخيفة ومثيرة للغاية، لأنه مع السمنة تسمم الحمل ممكن يزيد، مشاكل الحمل ممكن تكبر، الطفل ممكن يطلع عنده سكر. هنشوف هنسمع كلام كتير عن السمنة والحمل. تعالوا نشوف حوار ممتع أكيد هتستمتعوا بيه، لأنه مهم جدا جدا في مصر طبعا شديد الانتشار مع القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم النساء والتوليد، اللي بيفرحني جدا وبيسعدني جدا بحواره الكثيف المعلومات الرائع واختياراته كمان للمواضيع. ضيفنا المتميز دائما الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن. يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهري يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة المنوية تلعب دور كبير جدا في فشل الحقن المجهري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحمام المنوي. تشوهات الرحم منها الست مولودة بيها ومنها نتيجة لتدخلات خاطئة. هل أوراق النفية لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهري؟ جميع الأورام النفية يمكن استصلاحها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا، وعضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن، طبعا استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، زميل جامعة كيل للمناظير والجراحات الميكروسكوبية الألمانية، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، الاسم الكبير. أهلا بك دكتور عادل. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. الحقيقة اختيارك للسمنة وتأثيرها على الحمل والإنجاب اختيار موفق جدا، لأنه الموضوع خطير، لكن خلينا نبدأ بمعنيين الأول قبل ما أدخل للنساء. السمنة أنواعها، السمنة يعني إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الموضوع دقيق شوية، خاصة أن في الدولة دلوقتي بتعمل حملات كبيرة جدا لمحاربة السمنة، لأنها بتكلف الدولة كتير جدا وبتكلف العالم بلايين من الدولارات. وأنا أحيي الدولة على كده طبعا، يعني إحنا مشكور. لو إحنا اهتمينا بالسمنة طوال السنة القادمة بس يعني هنوفر فيها كتير جدا، إحنا جدا هننجز حاجات كتير كتير أوي. جدا حقيقة، فده مجهود مشكور جدا من الدولة، يعني من ضمن من أحد البرامج الصحية القوية جدا الدولة بتعملها. السمنة يعني زيادة معدل كتلة الدهون في الجسم،
والسمنه دي انواع، في اربع انواع للسمنه. في النوع الاول اللي هو الجلوبال اوبيزيتي. الجلوبال اوبيزيتي يعني الدهون متكونه في كل انحاء الجسم بنسبه معينه بحاجات متساويه فوق زي تحت في كل اجزاء الجسم، اسمها جلوبال اوبيزيتي. في حاجه اسمها ترانكال اوبيزيتي. اوبيزيتي دي يعني الدهون متركزه في الجزء الاعلى من الجسم والبطن، ودي بيسموها ترانكال اوبيزيتي. يعني بقى شكلها زي شكل الابل، ابل شيب او شكل التفاحه، فوق عريض وتحت قليل، اسمها ترانكال اوبيزيتي. في حاجه اسمها فيسرال اوبيزيتي، يعني السمنه متركزه في الاحشاء والاعضاء الداخليه، دي اسمها فيسرال اوبيزيتي. في حاجه اسمها جلوتيو فيمورال اوبيزيتي، يعني السمنه او الدهون متركزه في الارداف وفي الرجلين، ده رابع نوع. وكل ما درجه الاوبيزيتي بتبقى متقدمه كل ما كان تاثيرها اعلى على الوظيفه بالتبويض، يعني او للبحث عن الحمل او بحث عن القدره الانجابيه. في حاجه اسمها برضو لازم نفرق ما بين الاندر ويت والاوفر ويت. الاندر ويت يعني البودي ماس اندكس بتاعه اقل من 18.5. الاوفر ويت اللي هو البودي ماس اندكس بتاعه فوق ال 30 او فوق ال 29. وطبعا برضو لها تقسيمات، الستيج 1 والستيج 2 والستيج 3، من 30 ل 35 ده ستيج 1، من 35 ل 40 ستيج 2، من اباف 40 ستيج 3 اللي هي سوبر اوبيزيتي. ده يعني زي بريف كده او زي معلومات بسيطه عن انواع السمنه. السمنه طبعا لها مخاطر جامده جدا، بدايه من البحث عن الانجاب وتاثيرها على الست وتاثيرها على الزوج، يعني الزوجه والزوج. لها تاثيرات على الزوج، اولا عشان نخلص منه بسرعه، بتاثر على حاجتين مهمين جدا، بتأثر على القدرة الجنسية، بتأثر على الرغبة الجنسية، بتأثر على يعني على قوة الانتصاب العضو الذكري. ده بالنسبة للرجالة. كمان بتأثر على عوامل الحيوانات المنوية نفسها من حيث العدد والحركة، بتقلل العدد وبتقلل الحركة. وكمان بتأثر على الدي ان ايه انتجريتي او معدل سلامة او معدل تكسير الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي. فده بالنسبة للرجالة، ودي حاجة قوية جدا ومهمة جدا وفيها ابحاث كتير خالص. بالنسبة للسيدات بتأثر في القدرة الانجابية من ناحية، واثناء الحمل ده شق تاني، وبعد الولادة شق تالت. بالنسبة للتأخر الانجاب بتأثر على البويضات، بتأثر على بطانة الرحم، بتأثر على البويضات انها بتغير في التركيبة الهرمونية للسائل اللي جوه البويضة، فيقلل الاستروجين والبروجستيرون، فيدي بويضات كواليتي بتاعتها مش كويسة او رديئة، وبالتالي بيبقى قدرتها على الانقسام وقدرتها على التخصيب مش عالية، قليلة، وبالتالي يبقى نسبة الحمل مش كبيرة. ده بالنسبة للبويضات. بالنسبة لي بطانة الرحم بتأثر على مستقبلات معينة في بطانة الرحم، بتؤدي إلى التصاق الأجنة أو الفيرتلايزد أوفم اللي نحطها جوه تجويف الرحم في الحقن المجهري، أو حتى لو مش في حقن مجهري في الحمل الطبيعي، البويضة المخصبة لا تلتصق في بطانة الرحم نتيجة لوجود السمنة، عشان في هرمون اسمه ليبتين. الليبتين ده بيبقى موجود في الناس اللي هم الأوبيز أو الأوفر ويت. الليبتين ده بيعمل حاجة، بيأثر على ال LH سيرج، فيه هرمون مسؤول عن التبويض اسمه LH. لما بيوصل لسيرج معين أو عند بيك معين بيحصل التبويض، هو بيقلل هذا السيرج، وبالتالي ما بيحصلش تبويض وبيقلل جدا فرص التبويض فما يحصلش حمل. ولو جينا عملنا حقن مجهري فهذا الليبتين بيأثر برضو على بطانة الرحم وتجويف الرحم، يخلي بطانة الرحم ما تستقبلش أجينة بشكل كويس، فيزيد معدل الفيلير او الفشل في الحقن المجهري، واذا حصل حمل بيزيد معدل الاجهاض او المسكارج. طيب كل ده ما حصلش وحصل حمل، هتبقى الست عرضه لايه؟ هتبقى عرضه لبري اكلامس اللي هو تسمم الحمل، هتبقى عرضه للدايبيتس النوع الثاني اللي هو السكر، سكر الحمل، وبالتالي البيبي يطلع
عنده سكر جيستيشنال دايابيتس، ويطلع البيبي كمان عنده عرضه ان يحصل تشوهات بالذات في العمود الفقري في اللي هي السكر اجينيسيس. فده اثناء الحمل، وطبعا بيبقى فيه بولي هيدرامنوس، فيه ميه كتير جدا حوالين الجنين، والبيبي بيبقى ماكروسوميك كبير جدا حجما، فهيزيد معدل الولاده القيصريه لانه هيبقى اكبر من اكبر حجم طبيعي، يقدر يعدي من الحوض، فبالتالي مش هينزل في الولاده طبيعي. فهتزيد معدل القيصريه، ولما بتزيد معدل القيصريه لواحده دايابيتك او عندها سكر هيزيد معدل الانفكشن، هتعمل عمليه فهيزيد معدل الانفكشن برغم من كل الاحتياطات. بس فدول بيحتاجوا طبعا رعايه خاصه، وبيحتاجوا طبعا متابعه مخصوص، بيحتاجوا يعني اجراءات كتير جدا، بدايه من متابعات دقيقه كل اسبوعين او كل 3 اسابيع مع سونار وبعض الابعاد في اوقات معينه عشان نتفادي كل هذه المضاعفات يعني. فتاثير السكر كبير جدا. في حاجه مهمه كمان قوي في الحقن المجهري، الناس اللي عندهم سمنه بيحصل ان هم بياخدوا ادويه زياده عن الناس العاديين عشان معدل كتله الجسم عندهم عاليه جدا، فبياخدوا اثار جانبيه، فبياخدوا ادويه كتير جدا، فيبقى الكوست بتاع الدواء عالي، والاثار كمان تاثيره على البويضات ما بقاش كتير، فطلعوا عدد بويضات قليل، لان مهما خد دواء كتير الجسم كبير قوي، فاستجابه المبيض نطلع بتبقى قليل، فطلع عدد بويضات قليل. نسبه الحمل بتبقى اقل من الناس الوزن المثالي، نسبه ان حمل يكمل كويس برضه بتبقى اقل من الانسان الطبيعي، نسبه الاجهاض بتبقى عاليه. فكل ده مهم جدا، مرتبط ارتباط وثيق بالسمنه، ومرتبط ارتباط وثيق بالاديبوس تيشو اللي هو مسؤول عن حدوث السمنه اساسا. كل ما زاد الاديبوس تيشو او معدل كتله الدهون في الجسم، كل ما زاد الليبت هرمون الليبتين، كل ما زاد الاندروجين بيطلع. ويجي هنا العلاقه الوثيقه اللي اكتشفها ليفنسال سنه 1934، اللي هي المتلازمه بتاعت التكيس المبايض مع زياده الشعر الكثيف مع تاخر الحمل. ونخش في الدليل بتاع التكيس المبايض اللي هي بتبقى مرتبطه ارتباط وثيق بالسمنه. الاخطر حاجه الست بتخاف منها في فتره الحمل بتهيألي يعني الابورشن، الاجهاض المسكاريج. المسكاريج الاجهاض له علاقات وثيقه جدا مع التدخين، يعني مثلا طبعا. التدخين والاجهاض له علاقه وثيقه طبعا. جدا الاجهاض له علاقه مع الخبطات يعني في التروما. الثقافه في التروما لكن في علاقه بين الاجهاض والسمنه؟ ده في علاقه وثيقه جدا بين الاجهاض والسمنه، نتيجه لانه الكواليتي بتاع الجنين نفسه ما تبقاش حلوه، زي ما احنا شرحنا ان البويضه بيبقى الكواليتي بتاعتها قليله نظرا للتغيرات الهرمونيه اللي بتحدثها السمنه في البويضه نفسها وفي المحتوى بتاعها وفي المحتوى الهرموني بتاعها الاستروجين والبروجستيرون. فجوده البويضه او نوعيه البويضه بتبقى قليله. حتى لو حصل منها حمل بيبقى الحمل ده في الغالب في او في احيان كتير بيحصل ابورشن في اول 3 شهور ايرلي فيرست ميستر ابورشن بيحصل في الاول. ولو كمل بقى العرضه برضه ان يحصل ابورشن في النص في نص الحمل، بيسموها بقى ميسكاريج، ما يحصلوش مش بيسموه ابورشن بيسموه ميسكاريج. فده مرتبط ارتباط وثيق بحاجتين، بجوده البويضه، بجوده الحيوان المنوي، بجوده الجنين في الاخر، وبطنه رحم قويه ولا مش قويه نتيجه للسمنه اللي موجوده. السمنه بتاثر تاثير مباشر على بطنه الرحم نتيجه لهرمون الليبتين. ده هرمون ده يعني بيلعب دور كبير جدا في هذا الموضوع. هقف عند النقطه بقى، يعني الطفل حضرتك قلت غياب عظمه اسفل العمود الفقري مع السكر اللي مع السمنه، في حاجة تانية في العيوب الخلقية للأطفال؟ في كتير، في عيوب خلقية كتير، زي مثلا ممكن يحصل له كاردياك أنوماليز، يعني عيوب في القلب. عيوب في القلب زي الـ VSD اللي هو الثقب اللي في القلب. بيحصل هيرنيشن أو فتق في العمود الفقري، غير إن يبقى السكر أجين العظمة مش موجودة. ساعات يحصل منينجوسيل اللي هو فتق في أسفل العمود الفقري. والحاجات دي بقى السحايا الحاجات دي بقى لها علاج جراحي، وبيتم تدخل وبيتقفل عن طريق جراحين المخ والاعصاب. بس دي اشهر حاجه موجوده في اللي هي المينينجو مايلوسيل اللي هي الفتق او هيرنيشن في السائل اللي هو جوه العمود الفقري. ده اشهر حاجه مع السكر. الحقن المجهري والناس اللي عندهم سمنه، وخصوصا كمان لما بعد ما يعملوا ساعات اللي عندهم سمنه يعملوا جراحات سمنه تمام. زي تحويل المسار او تكميم المعده، هنبدا نروح
نفكر في الحقن المجهري امتى بعد جراحة السمنة؟ الحقن المجهري او الحمل بصفة عامة يجب الا يحدث قبل سنة الى سنتين من جراحات السمنة. جراحات السمنة بقت اكتر عدد من الجراحات بتتم في العالم دلوقتي هي جراحات السمنة. رقم واحد التكميم، يجي بعد كده بقى البايباس او الجاستك رينج او الكلام ده كله، هي تحويل المسار. الرينج خلاص اختفت على فكره. الرينج اختفت فعمليات التكميم وعمليات البايباس هي تحويل المسار، يجب الا يحدث حمل قبل سنه الى سنتين بعد اجراء مثل هذه الجراحات. ولازم طبعا بيمشوا على فيتامينز فور لايف، بالذات في البايباس هي تحويل المسار، بيبقى عندهم نقص شديد في الحديد والكالسيوم وفيتامين بي 12 ومعادن كتير، فلازم بياخدوها اكسترنال لمده معينه. طبعا فور لايف ياخدوها على طول بس بجرعه مكثفه في اول سنه او سنتين. ولا ينصح ابدا ان بحدوث الحمل او اجراء حمل حقن مجهري او اي اجراء من شانه ان هو يحصل به حمل قبل ما يعدي سنه او سنتين من اجراء جراحات السمنه. هنا زي ما احنا شايفين في الصوره دي عمليه التكميم كل الناس بقى عارفينها، يعني ده مش تكميم، دي تحويل بايباس، دي اسمها ميني بايباس. دي الميني بايباس. التكميم يعني بيشيل 3/4 المعده تقريبا، يحولها الى تيوب. هم عارفين، بيتابعوا معانا. بيتابعوا معانا جراحات السمنه. فالحقيقه قبل جراحات السمنه وقبل التكميم والكلام ده في حاجه اسمها لايف، هيدي بقى التكميم، لايف ستايل موديفيكيشن. لازم قبل ما افكر في الحمل، قبل ما افكر في الخلفه والانجاب، لازم اخس، لازم اعمل انا مجهود عشان اخس. لازم اغير طريقه اكلي. ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم بيقول ايه؟ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. فالعقل في كل شيء كويس حتى في الاكل. فاحنا لازم نغير من طريقه اكلنا، لازم نلعب رياضه كل يوم، لازم نتمشى 150 ل 180 دقيقه في الاسبوع، لازم نقلل الكالوريز من 500 ل 1000 كالوري كل يوم. دي اسمها لايف ستايل موديفيكيشن، ده لازم، ده اساسي. معاه الميديكال تريتمنت اللي هي في ادويه معينه، عشان مش هنقول اسامي عشان الاعلانات والكلام ده. الادويه دي بتقلل كتير جدا جنب اللايف ستايل، جنب تغيير منهج الحياه. في حاجات بتشتغل على مركز الشبع في المخ، ودي مهمه جدا وبتجيب نتائج كويسه جدا. وفي حاجات بتشتغل سنترال، وفي حاجات بتمنع امتصاص الدهون من الجسم. كل دي ادويه كتير جدا كلها اثبتت نجاحات كويسه، بيتم استخدامها وتجيب نتائج كويسه جدا. في حقن بتتاخد كل اسبوع بتخسس كويس جدا قبل ما حد يفكر يعمل حقن مجهري، يعمل شويه مجهود ويلتزم بالعلاج، هيمشي بدون لجوء للجراحه يعني. بس ستيل الجراحه دلوقتي بتخلص الموضوع وبتنهي مشاكل كتير جدا جدا، بالذات السكر. السكر والضغط والحاجات دي. طب عايز بقى اتكلم عن الموضوع المهم مع السمنه، هو تكيس المبايض، لانه ده اكتر متلازمه اعتقد بتواجهوها. ايه الحقائق حول تكيس المبايض؟ ما هو تكيس المبايض اصلا؟ تكيس المبايض هو خلل هرموني، يعني هو اساسا خلل هرموني، هايبر اندروجينيزم. ال اتش او هرمون التستوستيرون، في تستوستيرون والتوتستيرون والال اتش بيبقوا عاليين عن الطبيعي. هذا الخلل الهرموني بيبقى ينتج عنه عدم انتظام في الدوره الشهريه، تاخر في الانجاب، ظهور شعر كثيف في اماكن حساسه عند السيدات. ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا جدا. تكيس المبايض بيجي مع السمنه، ده في ارتباط وثيق بين السمنه وتكيس المبايض اللي اكتشفها ليفنسال سنه 1934. فتكيس المبايض احنا عملنا فيه اي حلقات كتير قبل كده، ده منظر الكلاسيكال بتاع تكيس المبايض. كل مبيض بيبقى حجمه كبير جدا، بيوصل 10 12 سم، ويبقى مليان فوليكلز، حوالي 20 فوليكل محوطين المبيض كله، حجم كل فوليكل لوحدها من 9 ل 12 مللي. والتبويض بقى ضعيف، مش في تبويض، البويض ما بتعرفش تخرج. فده الميزه الاساسيه او دي السمه المميزه لتكيس المبايض، كرونيك انوفيوليشن، يعني ما فيش تبويض بيحصل او التبويض بقى ضعيف جدا. فبيأخر الحمل، وبنلجا كتير جدا لعمل حقن مجهري بعد لو فشلنا في اجراء تنشيطات بطريقه معينه ستيب وايز، يعني خطوه 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 لحد ما نوصل من 3 شهور الى 9 شهور ما حصلش حمل بالرغم من النشاطات اللي احنا قلناها، بننقل بعد كده بقى للتلقيح الصناعي او الحقن المجهري، وفي الغالب بتتحل المشكله. كنا زمان بيعملوا حاجه اسمها تثقيب بالليزر، لو حضرتك تفتكر معانا رول اوف 4، حلت المشكله. بس برضه حتى بدانا نبطلها خلاص، ما عادش ليها لازمه. الحقن المجهري حل المشكله. هنقف قدام التكيس المبايض في حاجه، يعني الأدوية اللي بتتاخد عشان تعمل تنشيط للمبيض،
يعني ناس كتير فيها زي ما يقولوا لخبطه ثقافيه عند الناس. في ناس يقول لك لا الادويه دي خطيره، وانا شفت بنت عمتي جالها ستس او دخلت عليها مركزه. في ناس تانية عندها اعتقاد ان انا لو ما خدتش هذه الادويه انا ما بعالجش مثلا تكيس المبايض. بص حضرتك، هو تنشيط المبيضين في حالات تكيس المبايض عايز حرفيه عاليه جدا. في حاجه اسمها ستيب اب بروتوكول وفي حاجه اسمها ستيب داون بروتوكول. يعني ايه ستيب اب؟ يعني انا ابدا بجرعه كبيره وبعد كده اقلل، ده اللي بيخش في مشكله. وفي ستيب داون، ابدا بجرعه قليله واعلى. ستيب اب هي ابدا بجرعه قليله واعلى. ستيب داون ابدا بجرعه كبيره وانزل. بالظبط كده. الاحسن ان انا ابدا بجرعه قليله واعلى. ليه؟ انا مالك الموضوع في ايدي، لكن لو بدات بجرعه كبيره والموضوع خرج من ايدي مش عارف اوقفه. هضطر بقى في الاخر اعمل تجميد كل الاجنه وانقل في شهر تاني ودوره تانيه، وده طبعا بروتوكول وده احسن حاجه دلوقتي في الكيس والمبايض. فلازم استخدم ادويه بمواصفات معينه بجرعات صغيره جدا تكون متناسبه مع عمر السيده الاول ومع تحليل الاي ام اتش بتاعها. ما ينفعش النهارده يكون حاله عندها تكيس مبايض مش عاملها تحليل اي ام اتش، مش مستحيل. اي ام اتش اللي هو الانتي ميلرين هرمون، ده هو بيحدد مخزون المبيض. حاجتين مهمين جدا في تحديد مخزون المبيض، الاي ام اتش والانترا الفوليكل كاونت اللي هو عدد البويضات في كل المبيض. فاحنا هنا مهم قوي ما احنا عارفين احنا داخلين على ايه. حاله تكيس مبايض لازم نقول للناس دي حاله تكيس مبايض، هنبدا معاه البروتوكول الفلاني بالادويه اللي هي صفاتها كذا بعدد ايام معينه، وهنوصل في الاخر يبقى عندنا مثلا 14 بويضه 18 بويضه 20 بويضه. اكتر من 18 بويضه يا جماعه لو طلعوا بالرغم من كل الاحتياط اللي احنا عملناه هنجمد كل الاجنه ونرجع بعد شهر بعد اتنين، دي يكون الرحم هدي ويكون المبايض هديت وبقى نسبه الحمل اعلى. فهي دي التركه اللي في كيس المبايض. انت نورتني وشرفتني. خلاص مع ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عادل ابو الحسن، استشاري امراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين، واستشاري الحقن المكياجي واطفال الانابيب، وزميل جامعه كيل بالمناظير والجراحات الميكروسكوبيه بالمانيا، عضو جمعيه الامريكيه للخصوبه والعقم، كان ضيفي في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، السمنه وعلاقتها بتاخر الانجاب. يبدو انها علاقه وثيقه للغايه. خليكم دايما مع الدكتور. الإحصائيات بتقول إن 80% من البشر بيعانوا من آلام الظهر ولو بدرجات متفاوتة في فترة ما من حياتهم. موقع لوبوان الفرنسي قدم عدد من النصائح للمصابين بالانزلاق الغضروفي للتخفيف من حدة الألم وعدم تفاقم حالتهم، أهمها عدم حمل الأشياء الثقيلة وتجنب الانحناء إلى الأمام لالتقاط شيء من الأرض، وعدم قيادة السيارة لفترة طويلة، وتجنب الجلوس والاستلقاء على الفراش لأوقات طويلة خصوصاً المقاعد المبطنة تبطين عميق، وتجنب الحركة والدوران المفاجئ، وعدم ممارسة التدريبات الرياضية اللي بتتطلب الالتواء زي التنس وكرة القدم، وطبعاً تمتنع الألعاب العنيفة، وارتداء حزام عريض لحفظ فقرات الظهر وتدعمها، وارتداء أحذية مبطنة ومريحة للسير للتخفيف من الضغط على الفقرات، وأولاً وأخيراً مراجعة الطبيب المختص مع أي ألم أو شعور غير طبيعي في الظهر. أهلاً بيكم. الصورة اللي انتوا شفتوها دي صورة حقيقية. في ناس كتير يا جماعة الألم بيصل معها لمرحلة الإدمان للمخدرات اللي احنا شفناه. لحظة شاب، وعلى فكرة شباب، طلع العربية بالنسبة له انه يركب العربية العالية دي شوية مشكلة، انه ينزل من العربية مشكلة، وفي حاجات انتوا بتعملوها غلط كتير قوي. موقع مهم جدا للديلي ميل البريطانية قالت ان في تصرفات بيعملها البشر في الآونة الأخيرة زادت طبعا بتضر جدا، من ضمنها استخدام الموبايل. استخدام الموبايل تحت طبعا كلنا قاعدين كله عامل كده والكده دي لمدة مثلا شوية، ممكن واحد قاعد في المترو وقاعد في مواصلة فعمال يتسلى فرج على حاجة بتاع، قاعد في البيت قاعد القاعدة دي، عضلات رقبتك غضروف الرقبة أو غضروف العنق، يعني تنظيف السنان وغسل الأطباق. تم تقول يا لا، تنظيف السنان في إيه كمان؟ بتميل لقدام قوي، لأنه الناس وهي بتغسل سنانها خصوصا لو كان الحوض كبير قوي بتميل قوي، انت خايف بقى الماء توقع على لبسك، خصوصا في ناس بتلبس وبعدين تغسل سنانها تبقى ناسيه.
الستات اللي بيغسلوا الصحون بتميل لقدام، التمييله لقدام دي حمل على الظهر. تخزين البضائع ورفعها، الناس اللي عندها بتشتغل في بتشيل البضاعه، شيل صندوق كبير، شوف بيلف كده يشيله ويلف كده ويحطه على رف، كل دي حركات مش سليمه وكلها بتضر عضلات الظهر والغضاريف. في حاجه كمان مهمه قوي، وضع الاطفال في مقاعد السياره. كنا زمان بناخد الام بتاخد الطفل على رجلها وتقعد، وده برضه ساعات يبقى خطر، لكن تحطه بقى تميل لقدام كده في المقعد بتاع العربيه وتقعد الواد فيحصل مشكله. غسيل النوافذ، لانه حركه الايد الواحده بس كده والميل وانا بغسل النافذه وبقى شب لفوق، ده بيضر جدا عضلات خطيره، خطرات عضلات مهمه، كوادراتس لامبورم، دي عضله موجوده في الترنك بتتشد قوي وممكن يحصل فيها مزق على مدار سنين، ودي تعمل الم رهيب في الظهر. النهارده علم الالم تقدم كبير، والنهارده من حظنا الحلو ان معانا واحد من نجوم هذا المجال من المبدعين، وما شاء الله بستمتع بالاستماع له وبشرحه الجميل اللي فيه تقدم جبار ونقل لكل ما هو حديث في عالم علاج الألم في العالم كله موجود في مصر، وأيضا أسلوب رائع وبسيط جدا يصل إلى عقول كل الناس مهما اختلف ثقافتهم. سوبر ستار هذا المجال والاسم الكبير في هذا العلم الرائع جدا، طبعا ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، الاسم الكبير. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ايش يا كده؟ عايز ابدا الاول بالجديد في علاج الالم. ما شاء الله دلوقتي قسم الالم او عياده الالم هي بقت العياده الاكثر اقول ايه ازدحاما وشهرة في أي مكان. طبعا. يعني دلوقتي كان زمان ما فيش حد يعرف إيه هو الألم وكل تخصص يعالج الألم بتاعه. بقى دلوقتي لا، الألم بقى وبالذات الألام المزمنة بقت ليها علم لوحده وتخصص لوحده، وبندي فيها ماجستير ودكتوراه، إن إحنا والجامعات كلها بقت تتسابق إنها تدي ماجستير ودكتوراه لعلاج الألم، لأن الموضوع بقى تخصصي زيادة عن اللازم. زمان اللي يقول لك انا هعالج عندي وجع مزمن فاخد ترامادول، خد مخدرات، يعني زي ما حضرتك الفيلم اللي كان في الاول ده، وقاعد ياخد شويه حبوب ادويه، تلاقي واحد عايش لك انا باخد مثلا دواء فلاني بقالي 4 سنين بقالي 5 سنين، ده مش علاج، دي مسكنات وما اضرارها بكل اضرارها بقى، كلى ومعده وكبد، كلى ومعده وممكن ادمان لو بياخد ادويه جامده شويه. الجديد دلوقتي ان احنا بقينا نفهم كتير في الاخر، لا ده انا ممكن اعالج العصب وعارف ليه العصب بينقل الالم وليه العصب ده على طول بيضرب، مع ان المتوقع ان الناس تفهم ان الالم لما تخبط هتوجع، لما اعمل عمليه توجع، لا ده ممكن واحد قاعد لوحده يتوجع، ده ما العصب بيضرب لوحده، قاعد يعمل فايرنج بيبعت امبلسز واشارات للمخ، طب هو بيبعتها ليه؟ بقى موضوع هو ده بقى العلم، انه بيدرس التفاصيل. واشهر بقى يعني العيانين بتوع الالام اللي بيجوا العيادات، الام السرطانيه، الام العمود الفقري، تلاقي جايين للعيادات الام المفاصل، ركب وكتاف ورقبه وظهر، الام الاوعيه الدمويه، عنده نقص في وصول الدم لرجليه فعنده الم، لا ده احنا ممكن نخفف الالم ده بالتعامل وبعلاج العصب المسؤول عن نقل الالم. وبعد تقدم علم التشريح بقينا نعرف كمان ان نجيب العصب بدون ما نفتح الجلد نهائي، اوصل لعصب محدد وعالجه، والاجهزه الحديثه اللي ممكن نتكلم عليها بعد شويه بدقه بالغه جدا. اول هذه التكنولوجيا الحديثه اللي بقى له باع كبير جدا التردد الحراري. عايزين نفهم الاول بدقه، لانه في ناس كتير على فكره على مستوى كمان على فكره الطب، يعني في تخصصات اخرى ما تعرفش حاجه عن التردد الحراري. دي حقيقة، لأنه هو حاجة يعني بقالها سنوات مش زي العلوم القديمة شوية. تردد حراري أو بيسموها راديو فريكوانسي، موجات راديو بتطلع حرارة، بس أقدر أتحكم أنا في درجة الحرارة بالظبط قد إيه. يعني أنت لما تجيب شمعة هتعمل بيها سخونة، ما تقدرش تتحكم في درجة حرارة، ما تقدرش تتحكم في مدى انتشار الحرارة حوالين رأس الشمعة دي. لا دلوقتي
بقينا نقدر بالجهاز اللي انت شايفه قدامك ده، لا ده انا ممكن احط ابره جنب عصب ومشي ذبذبات كهربائيه اسمها موجات راديو واطلع حراره اللي انا عاوزها، حراره 80 عاوزها 82 عاوزها 79 وعاوزها تنتشر قد ايه وتخش على العصب. يعني شوف حضرتك المنظر ده، ده العصب وانا مدخل الابره عليه. طب الحراره دي هتعمل ايه؟ الحراره دي بتعالج العصب، وده بقى الانقلاب في علم الالم. لا ده انا بنعمل حاجه اسمها نيورو موديوليشن، تحفيز عصب، تنبيه عصب. فبقى العصب نفسه اللي ناقل للالم حسب مكانه بقى، كتف، ركبه، الام في الرقبه، الام في الظهر، العصب نفسه بيتعالج بعد ما كان بيضرب على واحد. يعني ده مثلا غضروف دايس على العصب، طب والغضروف ده شلناه، طب العصب لسه واجهه، العصب لسه ما خفش. هو ده تبقى قيمه التردد الحراري. هنقدر باجهزه ادخل الابره بدون جراحه واوصل لحد العصب ويتعالج بالجهاز التردد الحراري ده. فهو يعني جهاز متطور جدا والفكره قديمه، وبقوا يستخدموها فروع تانية في الطب. يعني بتوع الامراض الاورام الكبد يقدروا بالحراره دي يموتوا ورم كبد. واحنا الجهاز بتاعنا مختلف تماما، واللي بيعمل الشغلانه بتاعت الكبد دي الدكتور طبيب الكبد غير طبيب علاج الالم. يعني هنا زي ما حضرتك شايف هذه الابره بتخش، خلي بالك حضرتك كمان بما انها ابره الان صحي مفيش فتحه في الجلد، تقدر تتكلم العيان. ده العصب الاحمر ده التردد الحراري يشيل الالتهاب في العصب، يخلي العصب اللي هو مسبب الم وتنميل وكهرباء في رجل العيان يقول لي بحس بشكشكه وسخونه، واللي عندهم سكر ساعات يقول لك انا رجليا بتنمل. كل ده بقت الموضوع مفيش تخدير. اصل في ناس كمان التخدير بالنسبه لهم يعتبر مغامره كبيره جدا، الناس اللي وزنهم زياده قوي. طبعا هنا الدخول ممكن في الناس اللي وزنها زياده، ده اي وزن واي سن. طبعا يعني اي سن ده بديه. يعني انا في ناس 103 سنه 110 سنه ما شاء الله جم ويقول لي انا يعني جالي واحد 103 سنه يقول لي انا كنت طيار ايام الملك ايام الملك فاروق ربنا يديله العمر. وجاي بس طبعا بنج خايفين اهله ومش اهله بقى ولاده واحفاده خايفين يعملوه. طبعا هنا بقى بنج موضعي. هو افضل الناس، افضل الناس على الارض هم ان اطال الله عمرهم في الصلاح. يعني ربنا اداهم عمر وهم ما زالوا وبصحة في الصلاح. لا في كمان وباخلاق كويسه طبعا 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 يعني طبعا. فتلاقي ان وتعالى بقى ناس ثانيه كمان عنده امراض قلب، عنده سكر، عنده ضغط مرتفع، جاله جلطات في المخ قبل كده، فخايف من البنج الكلي واهله خايفين عليه. مش هو بس اللي خايف، هو كل المنظومه الطبيه خايفه عليه، خايفه عليه. والدكاتره التخدير ممكن تقول لك لا مش هبنج العيان ده، طب اتجاهه ايه؟ هيفضل يصوت من الالم. علم بقى الالم هنا ده مش هنسيبه يصوت من الالم. بقينا نعمل العمليات كلها اللي بتتعمل بالجراحه لا بحاجات بسيطه جدا، وبابر بتخش توصل لاماكن الاعصاب اللي فيها المشكله وتعالج الحاجه من اولها، ويبقى العيان مبسوط ويخرج في نفس اليوم من المستشفى، مش محتاج رعايه بعدها ولا يحتاج يقعد في رعايه مركزه ولا يحتاج يقعد في مستشفى. اذا كان هو كان فايق رعايه ايه؟ ما هو ما تخدرش اساسا ومفيش جرح. مفيش خيار على جرح، مفيش خياطه جراحيه، تشوف ظهره تاني يوم ده ما عملش عمليه. ده التقدم، ده يعني ثوره في عالم علاج الالم. وكمان ما بقاش بقى مسكنات ونأثر على كبد ونأثر على كلى ونأثر على معده، ولا ادويه بتعمل ادمان. ما اكتر اللي عنده الام ظهر يقول لي انا عايش على الترامادول. طب وبعدين؟ هو بقى تحول الى مدمن، اتحول الى مدمن ومشاكل بقى الترامادول. لا ما بتيجي تعمل له علاج الالم بتليل تلقائي وقف الترامادول، لان هو بياخد الترامادول مش عشان هو مدمن او هو عاوز يدمن، هو بياخده عشان في الم. لما الالم بيروح بتلاقي الادمان بيختفي لوحده. يعني دول اسهل من اللي بيدمنوا الترامادول من غير الم. يعني احنا بنقول مفيش حاله واحده في العالم اتسجلت ان حد ادمن على مخدرات عنده الام سرطانيه. تخيل دي حضرتك الالام السرطانيه دي برضو مشكله عنيفه. والناس بتعيش الناس. فالناس تقول لي طب افرض انا خدت مخدرات وابتديت اتعالج من الالم، انا بقالي سنه باخد مخدرات، لو عالجتني من الالم هوقف المخدرات ازاي؟ قلت لها هتوقفها تاني يوم. لان دي عمرك ما هتدمنها طول ما انت عندك الم حقيقي، عندك الم حقيقي. لكن اللي بيدمنه
هو ما عندوش الم حقيقي او ياخد الدواء لسبب معين ده بيروح يتعالج بقى في هي حته ثانيه. هي على فكره علميا ليها تفاسير بس صعب عليك وتفهموها اللي هي ليه اللي عندهم الم لا يدمنون وليه اللي ما عندهمش الم لما ياخدوا مخدرات بيدمنوا. دي ليها تفسيرات علميه ومرتبطه بالشرح الكيميائي لنقلات الالم في المخ. لكن خليني اقول انه جهاز التردد الحراري اكتر حاجه دلوقتي بنقولها في البرامج يعني في سواء هنا او في الناس الحلوه بيجي سيرته كتير قوي. فعايز اعرف هو بيصطدم في ايه. وهو بقى انا ممكن استخدمه الالام المزمنه يعني الام الرقبه ممكن تعالج بيه الاعصاب اللي الغضروف دايس عليها خشونه الرقبه ممكن اعالج بيه الام الغضاريف الظهر فقرات القطنيه والخشونه الناتجه عن الفقرات القطنيه اعالج بيه الام المفاصل المفصل ده عباره عن اعصاب حواليه هي اللي بتنقل الالم لو الجراحه لو انا ما اقدرش اعمل في المفصل حاجه تانية ده انا ممكن اشيل لك الالم من المفصل خالص والعيان تلاقي ايديه اتحركت بعد ما كان مش قادر يتحرك مفصل كتف مفصل ركبه الام السرطانيه ده في بقى استخدامات تانية بقى يعني حديثه جدا تعرق واحد ايديه بتعرق طب ما هو عصب في الاخر انا لو دخلنا وعالجنا العصب اللي بينقل التعرق تلاقي بقى بنت 15 سنه تقول لك انا بتكسف اسلم على حد ولد يقول لك انا مش عارف اسلم على البنات بيفتكروا ان انا مكسوف منهم لان ايديا بتعرق التعرق ده مرض بيسيب الايد والرجل يخف الكانسر بين وقلنا السرطان كله بقى يخف يتعالج كده الام الاوعيه الدمويه بتعالج الالم بتاعه بتعالج الالم لكن الورم السرطاني بنمشي في اتجاهاته بقى يعني دايما اقول للمريض اللي عنده كانسر بقول له والله انت بتروح علاج السرطان عند دكتور الاورام مش علاجه انا هشيل لك الالم وده التخصص في الطب ما بيبقاش يعني الدكتور بيعالج كل حاجه كونسلته بقى كونسلته وبعدين اوعيه دمويه في واحد عنده نقص في الدم زي مرض مشهور برجر ديزيز مثلا واحد بيشرب سجاير فتلاقي صباعه الكبير ابتدى يسود وابتدت رجليه تسود بس هو مشكله مش في السودان بس هو ممكن يعمل له بتر مشكله في الالم الشديد مع الحركة العنيف اي مشي اي حركه بيصوت لو انا دخلت على العصب واتعمل له تردد حراري وهدينا العصب ده تماما يقعد سنه يقول لك انا فرقت السماء من الارض نبدا نعالجه بقى نعالجه بقى يبطل سجاير ونجيله موسعات شرايين وقصص تانية بعد ما كان مشكلته الالم هتبقى بقى مشكلته دلوقتي الالم راح يبقى انت لو وقفت السجاير واديت موسعات فعلا للشرايين الدكتور الاوعيه عالجك من ضيق الشرايين اللي عندك هتخف جدا وتبقى الموضوع بينتهي لا تقدم طبعا كتير والهربس حزام الناري ده الهربس ده ما هو الجامد قوي وزاد للاسف الفتره الاخيره فيروس واحنا الاطفال جدير الماء يجي لنا وامهاتنا تحط لنا المس الازرق الفيروس ده غريب جدا يختفي 60 سنه 70 سنه بس يفضل قاعد جوه جسم الانسان في عصب او اتنين وبعدين تيجي المناعه تقل بعد سن الستين كده يجي بقى في كل واحد ونصيبه أشهر حتة منطقة الصدر عشان كده بيسموه حزام ناري لأنه بيصوت ده ألامه رهيب رهيب ربنا ما يوري حد الناس تقول لك أنا مش عارف أعمل إيه أقول والله أنت بتاخد مسكنات طب وبعدين لا أنا هنعالج العصب يعني ما بيستجبش قوي للمسكنات ما بيستجبش خالص لأن هو الفيروس ساكن جوه العصب وبوظ العصب مخلي العصب بقت مشكلة عصب الجهاز التردد الحراري يخش يعالج العصب يعني ده استخدام الاستخدامات المهمه جدا والناس بتيجي وتخف لك انا لا ده موضوع فرق معايا جدا وابتديت اقلل الادويه او شلتها خالص فده يعني تقدم كبير وخلى العلم ده يتطور كمان يعني وبقت وفكره التردد الحراري استخدمناها كمان ان انا ممكن اخش جوه الغضروف بقى عملنا جهاز تاني برضه هو نوع من انواع التردد الحراري اسمه تبخير الغضروف اخش جوه الغضروف اكل النواه بتاعته واقدر ما العيان ما غير ما اعمل له جراحه ممكن اشيل الغضروف وضغطه على العصب ده برضه تردد حراري ارجع تاني واؤكد ان التحرك بشكل جيد في الوقت المناسب هيخليني عندي المساحه الجيده والمساحه الكامله لاداء والاستفاده من كل التكنولوجيا المتقدمه ترك النفس وتدمير الكلى بالمسكنات وتدمير المعده وتدمير صوره الدم لان المسكنات ممكن تؤثر على النخاع تجعل في الاخر الصحه العامه كلها في حاله تدهور قد يفوتني الاستفاده او عندما تاتي حتى الاستفاده لا استمتع بها لانه هناك تداعيات اخرى ومضاعفات اخرى حصلت في اجزاء اخرى من جسمي نورتنا
وشرفتنا وابدعت كالعاده. الله يخليك. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في عالم علاج الالم الاستاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم التداخلي والعمود الفقري، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، كان مبدعا كعادته في شرح واحده من التقدمات العلميه الرائعه، التردد الحراري، القيمه، الاختيار والاداء فيها هو الابداع وهو ايضا جزء من هذه القيمه، فينبغي ان نحسن التعامل معها. خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بيكم. ليه فحص ما قبل الزواج مهم قوي؟ ليه لازم نبقى فاهمين ايه اللي هيحصل مع اول حمل ومع تكرار الحمل؟ لانه في امراض اسمها امراض وراثيه، وفي حاجه في الامراض الوراثيه، امراض وراثيه يعني عائلات فيها امراض معينه، وفي نوعيه معينه من الامراض الوراثيه ترتبط بالجنس. يعني ايه بالجنس؟ يعني امراض تظهر في الذكور. ما تشغلوش بالكم العمليه معقده، بس احنا بنسميها اكس لينكد ريسيسيف ديس اوردر، واسمها اكس لينكد عشان حتى بعض الدكاتره بتغلط، شباب الاطباء يعني، واسمحوا يقولوا ايه سكس لينكد. لا يا باشا، هي مش سكس لينكد، سكس يعني جنس يعني سيكشواليتي، يعني امراض مرتبطه بالجنس. لا، هي امراض مرتبطه بجنس المولود مش ب العلاقة الجنسية. أمراض العلاقة الجنسية دي حاجة تانية خالص، مش دي أنا أتكلم عليه، لكن أنا بتكلم على أمراض مرتبطة بذكور في العيلة أو بإناث في العيلة. أشهرهم ثلاسيميا، من أشهرهم هيموفيليا، من أشهرهم مرض اسمه الميوباثي أو ضمور العضلات. طبعا الهيموفيليا أنتوا تسمعوا عنه أو تعرفوه، اللي هو سيولة الدم، مرض مزعج جدا. مرض الهيموفيليا ده اللي هو غياب التجلطات في الدم او فرصه تجلط الدم، ده الانسان بيعيش حياته كلها تقريبا عاجز، يعني ان ما تعالجش كويس، وحتى لما تعالج كويس برضه في اصابات وفي مشاكل كتيره بتحصل ليه. الثلاسيميا نفس الكلام، الثلاسيميا بيعيش حياته كلها مرهق ومتعب ومحدود. فاحنا العلم اللي ربنا وهبه لنا ادانا، قال لك كل ده له دواء. طب من ضمن العلاجات لبعض الداءات هي ان تتجنبها، ان انت تمنع الداء انه يتواجد اساسا. ده ولذلك الوقايه خير من العلاج. هنا بقى هنفهم الكلام ده بالتفصيل. النهارده لقاء مع قمه علميه كبيره في عالم الذكوره، وفي موضوع شديد الاهميه في عالم ايضا الانجاب، لان الذكوره والانجاب في الحته دي مهمين جدا جدا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور طارق امين، استشاري طب وجراحات امراض الذكوره وتاخر الانجاب والصحه الجنسيه بمراكز دار الطب، وصاحب دبلومه الجراحه الميكروسكوبيه، عضو الجمعيه المصريه لامراض الذكوره والعقم، الاسم الكبير. اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك. تكسير الماده الوراثيه، يعني احنا دلوقتي تكسير الماده الوراثيه ده معناها ان الحقن المنوي، ده اللي انا فاهمه، هقول لك اللي انا فاهمه، في راسه هذه الماده الوراثيه، صح كده؟ هذه الماده الوراثيه لازم تبقى فيها، يبقى فيها نوع من انها تكون متجمده او متجانسه او ماسكه نفسها. لو بتتكسر الماده الوراثيه دي الحيوان المنوي ده ما يقدرش يخصب او يخسر الدويه، صح كده؟ طبعا. ايه يعني ايه اللي انا قلته ده صح ولا نسمع منك؟ تمام. هو تكسر الماده الوراثيه ده عباره عن ان الدي ان ايه غير الوضع، غير قابل ل ان هو يبقى انتجريتي، يعني ان هو قائم بذاته. تمام. انت جايب لنا صور صعبه او في الحلقات؟ لا دي مهمه جدا. اصل ليه بقول لك صور صعبه؟ انا اول ما بشوف الشريط النووي ده بكتئب.
الدواء ده كل شويه ده عقده من ايام الكليه، من ايام ما كنت يعني بس اول مره شفت شريط النووي ده كان في البايوكيمستري تقريبا، وهو لغايه دلوقتي اكتر حاجه ثقيله جدا في المذاكره بصراحه، بس بس هو عالم فريد من نوعه. طبعا لما الواحد بيدخل في موضوع الدي ان ايه ويشوفه يعني بيتعجب ان شويه البروتينات ديت وهذا الحمض النووي بينتج عنه حياه كامله. اها ده الشريط النووي بتاع الحمض المنوي، ده الشريط المنوي. طبعا احنا الدي ان ايه بتاعنا لازم ليه قوام وشكل معين، الدي ان ايه موجود في كل خلايانا وبيحصل له تكسر عشان النقطه تبقى مفهومه للناس كلها. التكسر بتاعنا في الرجل للدي ان ايه ليه حاجات خصائص غير باقي الخلايا غير السوماتيك سيل. احنا لو نفتكر بقى من ايام البايوكيمستري الدي ان ايه بيلف على حاجه بروتين اسمه هيستون، ده بيعمل بيلف لفات اكتر فبيبقى عرضه الدي ان ايه يتكسر. عشان ربنا يحمي الدي ان ايه جوه الحيوان المنوي بيغير الهيستون بروتين ده بحاجه اسمها بروتامين، وده بيخلي بيخلي اللفه بتاعت الدي ان ايه شكلها ليها شكل معين من غير ما ندخل في التفاصيل قوي، ولكن بيخليها مضغوطه بشكل معين وما تتعرضش للتكسر. فكره التكسر تاني ان هو ده قوام قوام الدي ان ايه ده قوام لازم يبقى ليه شكل معين لان الحيوان المنوي غير سلسله وراثيه غير قادر على اصلاح المشاكل اثناء التكوين. دي نقطه مهمه جدا. البويضه قادر هي اللي بتصلح المشاكل لكن ليها قدره ما تقدرش تعدي. الدي ان ايه في الحيوان المنوي، الحيوان المنوي برضه عشان الناس تبقى فاهمه معانا ما هو الا مجرد سياره نقل بتنقل الماده الوراثيه للرجل بس، بعد كده تختفي هذه هذا الفيكي. هو عامل لما تشوف الحيوان المنوي بجد وهو بيتحرك، لان شوف الحيوان المنوي بقى في فيديو يعني هو بيتحرك كده تحس وهو بيتحرك وبيجري كده عامل زي العربيه السوزوكي الصغير. ايوه والله العظيم بتكلم جد زي السوزوكي الصغير، وهو او يعني هو شبه الطياره الورق راس كده طبعا اهو ابن الذين كده هو الحته الراس دي عمالين يتخانقوا مع بعض اهم زي الهبل زي ما يكون يعني والراس بتاع الحيوان المنوي هو ده الذي يحمل الماده الوراثيه ويمشي بقى يجري وبس. ربنا عم خلقه ان هو غير قادر على اصلاح نفسه. اي دي ان ايه بيتكون عشان برضو الناس اللي تسمعنا في تكسر لكن له ليه نسبه. التكسر ده بيبقى نوعين، في تكسر على طبعا الدي ان ايه عباره عن ديفيرتين يعني خيط ولافف على بعضه عامل زي الدفيره. في تكسر بيحصل في خيط واحد وفي تكسر بيحصل في الخيطين. لما بيحصل التكسر في طبعا دبل ستراند ده اصعب نوع اللي هو في الخيطين ده بينفصل تمام. السنجل ستراند اللي هو في حبل واحد لا ده بيبقى من الحاجات اللي بتتصلح. تكسر الماده الوراثيه برضه عشان الناس بتسمعنا في عليه جدال علمي شويه لازم نبقى يعني برضه نوضح النقطه دي. في ناس اجينست بعنف جدا انه تاثيره موجود، وفي ناس بيفرطوا دايما في الكلام على تاثيره. وهنا بقى يعني تيجي فكر ما يسمى بحكمه الطبيب، يعني زمان الطبيب كان بيقوله انه حكيم لانه من الادوات اللي معاه اللي بيشخص بيها ما ينفعش ان هو يجي يقول ايه انا انت حضرتك عندك تكسر ومش عارف يبقى لازم تعمل مثلا عينه من الخصر لا هي دي السبب، لا لازم اختار نوعيه المريض اللي انا هفحص له تكسر الماده الوراثيه. زي على سبيل المثال الناس اللي هي دخلت حقن مجاري اكتر من مره وهناك مشكله في الاخصاب، يعني الزوجه طلع 20 30 بويضه مثلا على سبيل المثال ونحقنها يطلع جنينين اربعه، دي نسبه قليله جدا. طيب والدنيا الدنيا بالنسبه للست مطمئنه جدا يعني بالزبط. 20 بويضه وبويضات شكلها حلو بالظبط والدنيا مطمئنه ومفيش مشاكل واحنا بنحقن بالحالات المنويه ما يطلعش الا جنينين من 20 بويضه المفروض يطلع 10 ده يعني احنا بنحب فوق ال 50 كمان يعني 15 او 10 او اكتر من 50% يعني. طيب طلع حاجات قليله والزوج حيواناته شكلا من بره وعددا وهذا كله طبيعي. طيب انا النهارده لازم اشك في الدي ان ايه لان احنا عندنا قدره على اختبار الاجنه وقدره جزء تاني ما بنبقاش عارفين عنه حاجه بعد ما بنزرع الجنين. فالنهارده لو طلع ظهرت المشكله دي ومعمل الاجنه قال لي لا والله البويضات ممتازه تحت الميكروسكوب البولر بادي موجود وكله والبويضه جاهزه يبقى لازم اشك في كفاءه الحيوان المنوي انه ده مش قادر يخصب. يبقى هنا بتجه ان انا
اعمل الدي ان اي فرجمنتيشن تكسر دراسه المدى. دراسه تكسر الماده الوراثيه في الحيوان المدى. نفس الكلام انا النهارده واحد زوج وزوجه طبيب النساء قال لي ما فيش ادنى مشكله انها تنجب وانا مثلا شفت التحاليل نفس الكلام العدد ممتاز الحركه ولكن مثلا في التاريخ المرضي هو مدخن شره عنده دوالي درجه ثالثه سايبه بقاله فتره متقدم في العمر وما بيحصلش انجاب برضه اروح اعمل تكسر الماده الوراثيه. لكن دي النقطه اللي احنا زي ما قلنا لحضرتك ان هو التدخين والمخدرات بتزود فرص جدا تكسر الماده الوراثيه جدا اها لان دول موليكولز كبيره دي بتيجي على اي دي ان اي في جسمي بالنسبه له ده يعني زي ما تقول طلقات نار بالنسبه للدي ان اي بتكسر المخدرات والتدخين ده عباره عن جزيئات سامه جداً. بالنسبه لخلايا الحيوان المنوي سريعه الانقسام بالظبط الحيوان المنوي ضعيف جدا ولا اي حد بيسمعنا لازم يبقى فاهم كده خليه ضعيفه فما بالك لو ارهقتها ب يعني حاجات تدخين. اللي هي المؤثرات الخارجيه شديده هتضعف ما انت لما تبص لواحد مدخن صحيح تلاقي وشه تحس ان هو بجد والله وشه مش طبيعي انا بشوف المدخنين وشهم مش طبيعي مفيش دمويه بالظبط والدمويه الطرفيه اللي منها الخصيه بتطلع هو اذا كان على وشهم الجلد نفسه مفيش دمويه من كتر التدخين مفيش دمويه ناهيك عن المخدرات دول بيبانوا على يعني هو مع في اي حته ودراسات كتيره اكدت الموضوع ده يعني كل المواد الاوبيويدز وكمان التدخين وكل هذه الاشياء والكحول دي مش احنا ما بنقولش فرضيه اصل ده ريسك فاكتور لا ده ناس اتجابوا واتعمل التحليل دي بره كتير واتعمل لهم الدي ان اي اثناء ما بيدخنوا بشكل كبير واثناء المطلوب منهم يقللوا التدخين لا في تحسن فالحاجات المؤثرات الخارجيه ده مليون في الميه مهم جدا نفس الكلام برضو من الحاجات اللي في غايه الاهميه في ناس بتبقى طبيعتها كده يعني ما بيدخنش بس هو في الحيوان المنوي بعد ما بيكون بيطلع في البربخ وبيكتسب الحركه هناك اثناء عمليه اكتساب الحركه ده بيطلع مواد مؤكسس اسمها ار او اس في ناس طبيعتها بتبقى زياده عشان كده دول بيستجيبوا للعلاج قبل ما نعمل لهم اي حاجه تانية انا باخد مواد مؤكسده بالظبط مواد مضادات باكسده من مجموعه فيتامينات كبيره بنشوف لهم تحسن مضادات الاكسده في ناس ما بتتحسنش مهما اديناهم العلاج عشان كده دول بنلجا لهم في خطه موضوع العلاج بتاعهم لو انا خلاص ده اخد حقن مجهري اخد عينه من الخصر عشان كده بقول لحضرتك لازم يبقى في حكمه في اختيار الحاله لان انا هخلي حد بيجيب في السائل المنوي اطلب منه ان انا اخد منك عينه صحيح هتبقى عينه بالابره وكل الكلام ده بس انا غيرت طريقه الاختيار فلازم يكون حد هيستفيد عشان كده اختباراتها وفحوصاتها مش اي حد انا بنفاجئ برضو ان في ناس عامله العدد قليل قوي من الحيوانات المنويه تكسر ماده طب ما لازم يطلع ملخبط فليه في شروط لازم العدد قريب من الطبيعي لازم استخدم في طبعا حاجات كتيره زي الكومت تيست وحاجات طبعا وراثيه مش عاوزين ندخل المشاهدين فيها معقده شويه احنا كومت حلقتين اقوياء انا قاعد مركز معاك جدا بس عايز اختم معاك بحاجه من كلامك انا فهمت انه اختبار دراسه تكسير الماده الوراثيه بالنسبه للي عندهم تاخر انجاب بيحصل فيه نوع من القرارات الغلط في كتير من الاحوال انت قلت بالشياكه يعني انت قلت الكلام بالشياكه بس انا اللي فهمته او اللي انا قدرت استوعبه ان الموضوع بيغلب عليه احيانا الشكل التجاري في القرار ولا انا بتهالي تجاري حاجه وفي جزء كمان بيبقى نوع من انواع ان انا كتير جدا بيبقى مثلا مش قادر اقول للمريض او ما عنديش سبب فبقول له طب خلاص انت عندك تكسر او روح نعمل التحليل بتاعتك دراسه التكسر بالظبط فعشان كده برضه مكلف التحليل مش قوي بس هو طبعا مكلف عن التحليل السمنه العادي بس هو الفكره في ان ببتدي اوجه بعض الناس تبتدي توجه بعض يعني عقليه المريض ان ده في سبب وهو ده لا مش شرط ان هو ده يبقى السبب لكن هو اختياره عشان كده وليه نسبه لازم نختار الحاله لان كتير جدا واحنا بنشوف الكلام ده بنيجي مؤتمرات علميه لا في ناس معاها ما هو بيسند رايه في موضوع ان هو ما كان بيقولوش سبب قوي وفي ناس تانية بيثبت رايه ان هو سبب كبير عشان كده احنا بنمسك العصايه من النص ونمشي خطوات صح ما فرضش واقول اي حد جاي لي حصل له فيلير فشل اقول له انت عندك مشكله تكسر خش اعمل العينه من الخصيه وما جيش لاي حد بيجي لي تقرير المعمل كله فيه مشاكل في الانقسامات اقول له لا تكسر ماده الوراثيه ده ما بيأثرش فلازم ابعد الحكمه زي ما بيقول نورت وشرفت
ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور طارق أمين، استشاري طب وجراحات أمراض الذكورة والعقم وتأخر الإنجاب بمراكز دار الطب العريقة، وصاحب دبلومة الجراحة الميكروسكوبية وعضو الجمعية المصرية لأمراض الذكورة والعقم. كان في حلقتين مهمين جدا في الدكتور، لازم تشوفوا الاثنين الحلقتين مع بعض دي واللي فاتت. خليكوا دايما مع الدكتور. اهلا بكم، النهارده يوم مهم جدا واللقاء مع واحد من نجوم عالم طب الاسنان، لكن خليني احكي لكم قصه انا متاكد ان ضيفي العزيز نفسه يمكن ما سمعش عنها قبل كده. قصه مثيره جدا عشان توريكم قد ايه طقم الاسنان ده شيء يعني مزعج، وانه اكيد اكيد الزراعه هي القمه الان في عالم طب الاسنان. سنه 1960 كان يا مكان زمان، وانس ابون ذا تايم، في نادي اسمه إبلتوفت قابل نادي تاني اسمه نورجير. انا معرفش الاتنين دول عنهم اي حاجه خالص غير انهم موجودين في الدنمارك. المباراه دي ذاكره الكوره العالميه احتفظت بيها لسبب بسيط جدا. إبلتوفت ده نادي محلي كان متاخر قبل ثواني من نهايه المباراه، والنتيجه 4-3، خلاص الوقت الأصل خلص، الوقت الضايع كمان خلص، وكانت المقابلة في طريقها للنهاية. الحكم اسمه هينينج إيركستراب. الحكم ده كان مستعد ان هو خلاص هيصفر، هو ده الحكم اللي كان هيصفر بنهاية المباراة. الحكم رفع الصفارة وخلاص الوقت بص في ساعته وتمام التمام، وبدأ يفكر انه يصفر. في اللحظة دي، في لحظة انه هيفكر يصفر، طقم اسنانه وقع. هو بيجري، طقم اسنانه تحرك من مكانه ووقع. لما وقع هو معرفش يجيبه، وفي نفس الوقت ال 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 جاي يصفر فمش عارف، الصفارة ما اشتغلتش لان طقم السنان يبدو انه لما وقع ربكه قوي ومقدرش يصفر بشكل كويس. كان في ساعتها هجمة، الوقت المفروض ينتهي خلاص، فات كذا ثانية، بدأ نص دقيقة تكمل، وفي هجمة جت للفريق الخسران، ومن سوء حظ الحكم ومن حسن حظ الفريق إن الهجمة اكتملت وتسجل هدف التعادل في وقت كان كل الحكم حركته بيشاور للعيبة إن الوقت خلاص انتهي، لكن مفيش ولا واحد سمعه، واحتفل اللعيبة والملعب كله لأنه جمهور الملعب هو صاحب هو اللي كان فرحان قوي بالتعادل وبالهدف، خلاص احتفلوا وتبتع. لكن سرعان ما توقفت الاحتفالات لما الحكم صمم على أنه الوقت كان انتهى قبل الهدف ده ما يجي، ولغى الهدف. وطبعا الناس اعترضوا بشدة، لعيبة الفريق اعترضوا بشدة، والفريق الخاسر قدم التماس فعلا للاتحاد الدنماركي لكرة القدم لكنه لم يقبل، وتم التصديق على النتيجة ان الهدف ملغي وانه الوقت انتهى، والمشكلة كانت في طقم السنان اللي وقع. قصة تبين لنا طبعا قد الاحراج قد ايه اللي اصيب بيه الحكم ده. والوقت ده 1960 كان طبعا ما كانش فيه بدائل، والزراعة كانت لسه اعتقد كانت في مهدها، وكان معظم الناس بتلجأ الى اطقم اسنان. بس طبعا برضو يورينا قد ايه اهمال الناس في السن ده، لانه اكيد الحكم ده مثلا كان عنده 50 سنة، اكيد ما كانش اكتر من كده، كان عنده 52 سنة، بس كان في 50 سنة ناس فقد اسنانها كاملة وبتركب سنان رغم انهم رياضيين. ده معناه ان في الوقت ده كان اهمال الناس في اسنانهم اللي ما زال للاسف مستمر كان كبير جدا. النهارده لقاء ممتع جدا اكيد مع زي ما قلت لكم واحد من نجوم عالم طب الاسنان اللي بيبدع في حواره دائما اكسترا اوردينري خارج النطاق، ودايما بنسمع منه الجديد. النهارده حوار مع ضيف العزيز
ذات القيمة العلمية المتميزة الأستاذ دكتور كريم مكادي. أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكلي. الزراعة دلوقتي تمت بسلام، يعني خلاص أنا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس إن هو خايف ياكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية. لا، القولون المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم. دايما بنقول إن من حق أي حد إن هو ياكل لحد آخر يوم في عمره بأسنانه الثابتة ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعمل لك الحاجة اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين، عضو كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز الأستاذ دكتور كريم مكادي، استشاري زراعة الأسنان وتجميل الفم والأسنان وزميل كلية الجراحين الملكية، عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان. ضيفي العزيز، أهلا بك يا دكتور كريم. أهلا بك يا دكتور أيمن، زي حضرتك؟ الله يخليك. عامل إيه؟ سمعت عن القصة دي قبل كده؟ أنا أول مرة أسمع عنها، بس هي it's very interesting. طبعا هو في الوقت ده ما كانش فيه زراعات وما كانش فيه التطور ده، فده بيبين لك قد إيه البني آدم بيعاني من غير أسنانه الطبيعية أو من غير أسنان الثابتة. وياما مواقف تانية حصلت بقى في الحياة، يعني مش شرط. وفي بقى اللي كان بيتجوز وسنين وقعت، وفي اللي كان مش عارف. في فيديو يعني نفسي يجيبوه لنا في مرة تانية أوريك، في لحظة الجواز دي ياما كارثة. كارثة بالظبط. ومشكلة بقى إن مشاكل الأطقم المتحركة مش بس إن هي بتقع ومواقف محرجة زي كده، لا، المريض نفسه بيبدأ ما بيحسش، ما بيستطعمش الأكل. ما احنا عندنا سقف الحلق ده واللسان وحوالين اللسان، كل دي أماكن حساسات بتستطعم الطعام بتاعنا، تمام؟ لما بنغطيها بالأطقم المتحركة بيفقد الاستمتاع بالطعام. الطعام ده نعمة ويعني حاجة غريزة قوية جدا بالنسبة للبني آدم، فهو ما بيعيش زينا وبياكل زينا وبيستطعم زينا، يعني هو بيدوق أقل ما احنا بندوق، فطبعا حاجة مأساوية جدا طبعا. جدا. خلينا نروح لسؤال ناس كتير بتسأله، لما يكون واحد ما عندوش عظم في الفك كويس، كبر العظم تآكل، هل الزراعة في الحالة دي تبقى مستحيلة؟ زمان كان طبعا الدنيا ما تطورتش زي دلوقتي، لكن دلوقتي الجرافتنج، بون جرافتنج، ان احنا بنستعيد بعظم سواء صناعي او عظم حيواني، ده بنقدر نرجع بيه العظم مرة تانية. كان عندنا مشكلة ان الجيوب الأنفية طبعا لما احنا بنخلع الأسنان ونقعد فترة من غير ما نعوضها، اللي بيحافظ على حجم العظم هو الأسنان اللي جواه، فالعظم بيبدأ يكش زي ما احنا شايفين. العظم هنا كاشش اهو، عشان خاطر هو المريض ده خلع وقعد فترة بدون أسنان، فمش ما بقاش فيه عظم في المنطقة دي، فاحنا بنضطر ان احنا نزرع له عظم عشان خاطر نحط له الزراعية بتاعته. ساعات بنزرع مع الزراعية او ساعات بنزرع عظم ونستنى عليه وبعد كده نحط الزراعية. هنا عندنا مشكلة الجيوب الأنفية، الجيوب الأنفية العظم بتاعها بيتآكل اللي تحتها كله تقريبا مع فقدان الأسنان اللي تحتيه. هنا احنا رفعنا الجيوب الأنفية حاجة اسمها close sinus lifting، ان احنا بنرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح منام تفتح جراحيا، يعني بمشرط والكلام ده عن طريق نقطة صغيرة بنرفع الجيوب الأنفية ونحط العظم، مفيش أي جراحة كبيرة خالص، تمام، وقدرنا نحط الزراعات بعد كده. هنا في الصورة دي الصورة اللي هي كان فيها العظم متآكل في الأول، حطينا هنا العظم وبعد كده زرعنا فيه زراعية زي ما احنا شايفين اهو، والزراعية ناجحة ما شاء الله، فقدرنا نعوض السنة المفقودة. فاحنا النهاردة بنقدر نتحايل على العظم المتآكل سواء بزراعة العظم او رفع الجيوب الأنفية، او لو في الفك السفلي بننقل العصب الفك. في ساعات تروح عند الدكتور يقول لك ما ينفعش نزرع لك عشان عصب الفك زي هنا، ده هنا احنا هنا بننقل عصب الفك اللي احنا ماسكينه ده عصب الفك، ودي عملية دقيقة، عملية دقيقة جداً. مش اي حد بيعملها، دي اول مرة على فكرة نطلعها على الهواء. دي ما حدش بيعملها كتير. دي العظم بيبقى تآكل لحد ما وصل لعصب الفك، هنا احنا بنفتح عليه بننقله لمستوى اوطى وبنزرع مكانه، وبتبقى زراعات ناجحة ما شاء الله بدون اي مساس لعصب الفك. ودي من ادق العمليات. فكل دي حلول، يعني رفع الجيوب الأنفية ونقل العصب وزراعة العظم، دي حلول عشان نعوض مشكلة فقدان العظم. فاحنا النهاردة نقدر نقول ان احنا ما عندناش مشكلة مع فقدان العظم في زراعة الأسنان، لان كل واحد، احنا كل الهدف بتاعنا ايه؟ ان كل واحد من حقه يعيش بأسنانه الثابتة بقية حياته.
فاحنا كل العلم شغال، كل الدراسات شغاله، وكل التكنيكس شغاله في السكه دي. نقلوا العصب، رفعوا الجيوب الانفيه، زرعوا عظم، بقت الدنيا زي الفل. التكنولوجيا خدمتكم عشان الشكل الاداء الرقمي؟ طبعا خدمتكم طبعا بشكل كبير جدا. اول حاجه يعني good diagnosis is good prognosis، التشخيص السليم هو اللي بيؤدي الى العلاج السليم. احنا من غير التكنولوجيا ما كانش فيه اشعه مقطعيه مثلا، دي اشعه دي لا دي الاومني كام. هنا احنا بنصور عشان خاطر ناخد مقاسات مظبوطه للزرعات، وبعد كده بتخش على الكمبيوتر اللي هو وراه ده، ويبدا يتعمل تصميم للاسنان مظبوط لايق على الاسنان اللي موجوده حواليه، وفي نفس الوقت بنفس الالوان. في الصوره اللي بعديها، الجهاز ده من الاجهزه المتطوره جدا. الجهاز ده بيعمل ايه؟ ده بياخد لون السنين. يعني زمان كانوا بيجيبوا شيد جايد زي بتاع فيها كذا لون، كتالوج فيه كذا لون، ويبدأ يختاروا. هنا ده بتكت زرار واحدة بنقدر ناخد اللون بأكيرسي عالية جدا، بدقة عالية جدا، عشان ناخد البرفكت ماتش، ناخد التجانس التام ما بين الأسنان بتاعتنا. زي ما حضرتك شايف اهو، اللي تحت دي شاشة بتقول لك ان التلت الأولاني من السنة لونه كذا، التلت التاني لونه كذا، التلت التالت لونه كذا. فلما تخش المعمل ويتعمل لها ديزاين، يبدا يتعمل لها بلوكات مخصوصه بالالوان اللي هي طالعه عندنا في المكنه دي. دي ليتست تكنولوجي. دي تكنولوجي رائعه جدا. ان انت يعني مش بتسيب بقى العين ينقي ويقول احنا هنا ما بتبصش على عين. يعني مش العين بس اللي بتشوف، يعني عينك بتاخد مره، الجهاز بياخد مره، بدون ما يبقى فيه مؤثرات. خلي بالك الضوء مثلا، لو الضوء مش ابيض ناصع في صفار شويه هيبوظ لك اللون انت بتختاره. الجهاز ده بيضمن لك 100% ان اللون انت بتاخده مظبوط. سؤالي بقى، الاجراءات اللي قبل الزراعه وبعد الزراعه هي ايه؟ واهم حاجه تحضير الشغل. انا ده ليا جمله قديمه انا اللي مألفها، اهم من الشغل ضبط الشغل. هو ده سنه 98 اول مره ألفت الجمله دي فعلا، ما كانش لسه حد قالها خالص. اهم من الشغل ضبط الشغل. هو ده ماشي. عشان نظبط الشغل مش لازم الاول ننور نور الاوضه الضلمه. احنا دلوقتي داخلين اوضه ضلمه، مش هينفع نقعد على الكرسي من غير ما ننور النور. بننور النور عن طريق التشخيص. التشخيص ده بيتعمل عن طريق الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد. ايه اللي هي الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد؟ دي الاشعه اللي بتقطع لنا عظم الفك والاسنان لترانشات صغيره، نقدر نشخصها، نعرف طول وعرض وسمك وكثافه العظم عاملين ازاي، فنقدر نختار الزراعيه بطريقه مظبوطه. نقدر لو احنا ده في حاله الزراعه، نقدر لو في اي مشكله في اي سنه حتى لو تسوس صغير نقدر نشوفه كويس. نقدر لو في اعصاب اكسسوري كانالز نعرف هي ماشيه ازاي، فنقدر نمشي بطريقه مظبوطه. فطبعا يعني اهم حاجه ان احنا نشخص صح، وبعد كده بعد ما احنا شفنا عرفنا اطوالنا وسمكنا والكثافه بتاعتنا، نبدا نختار الزراعات بشكل مظبوط ونبدا يمشي البروسيس بتاعنا. ودلوقتي بقى في تكنيكس ان احنا ما بنفتحش فتح جراحي بدون خياطه، بدون اي حاجه من الحاجات دي، اما نقطه بالليزر او عن طريق حاجه اسمها بانش، بتخرم لنا خرم صغير بنعمل منها العمليه كلها. ده من ضمن الحاجات المهمه جدا طبعا. هرجع تاني بقى للحصار العظمي. خلي بالك يا دكتور ايمن في النقطه اللي فاتت، كل ما بنقلل تروما، كل ما نقلل الشغل، كل ما الوجع والالتهابات تقل بعد اي اجراء. الحصار العظم دي هي حاجه مزعجه قوي قوي طبعا. وفي ناس كتير بتخلع سنانها وتسيب المنطقه دي القنبله الموقوته. احنا مجرد ما خلعنا وما عوضناش، ايه اللي بيحصل؟ مش بس العظم بتاعنا بيكش، بيبدا سبحان الله السنان بتاعتنا في حاله حركه، كل واحده سنده اللي جنبها وسنده اللي قصادها. مجرد ما بداخل على ضرس بتبدا السنان دي تميل عشان خاطر تعوض المنطقه المفقوده، تبدا السنان اللي قصادها تطول زي ما احنا شايفين في الفيديو ده. الفيديو ده مهم قوي، مهم جدا، لان هو بيبين للناس قد ايه مشكله ان انت ما تعوضش سنانك المفقوده. انت كده بتبوظ بقك كله. ادي خلعنا وسبنا طنشنا جرح قفل. ادي الضروس بدات تميل في الحته الفاضيه. ده بيحصل فعلا، ده بيحصل فعلا، وعندنا مشاكل كتير بتحصل. ده يجي مثلا بالمنظر ده يقول لي ازرع، نبدا نوسع سن عشان نحط الزراعيه، تلاقي الضرس اللي قصاده طول، فتلاقي مشاكل كتير. وخصوصا ان ده بيخلي الجذور بتاعتها تتكشف، اللي بيبوظ السنان اللي حواليها بعد كده. ويبوظ لك مفاصل الفك بعد كده، لان انت بتاكل بطريقه مش مظبوطه. ما هي زي المفصلات بالبلدي، انت محمل بطريقه مش ستاتيك، مش ماشي بطريقه مظبوطه، محمل ناحيه اكتر من ناحيه، تبدا تبوظ المفصل بتاعك. زي ما احنا شايفين هنا
شايف سمك العظم قل، ده نتيجة ان هو كش عشان خلع ومعوضش. كل دي مشاكل بتبدأ تواجهنا نتيجة ان احنا ما نعوضش الاسنان المفقودة بتاعتنا. مفصل مشاكل في مفصل دي بتبقى في منتهى الخطورة على فكرة يا دكتور أيمن، يعني تحت انت هتقول الضرس باظ فيه مشكلة، انا بالنسبة لي الضرس زي الدراع، بس في ناس ما عندهاش هذه الأهمية. مفصل الفك لو باظ بنخش في عمليات كبيرة جدا عشان خاطر او بيبقى الغضروف اتقطع او حصل انغلاق غضروفي، انزلاق غضروفي، فبنبدأ نخش في مشاكل اكبر كتير من ان هو ضرس نعوضه. فانت ليه بتستنى كل ده؟ مفصل الفك فيه غضروف، فك انزلاق غضروفي طبعا. هنا في الحتة دي الحلول ايه؟ طيب يعني دلوقتي انا خلاص مفيش عظم، هزرع عظم؟ ما احنا طبعا يا اما احنا بنزرع العظم تمام، يا اما لو احنا عندنا العصب بتاعنا طال، ما هي بتبقى على حسب المنطقه. عندنا في ناحيه الجيوب الانفيه العظم تاكل لدرجه ان هو ما بقاش موجود تمام، فانت عندك جيوب انفيه لازم ترفعها، فبنرفعها ونحط عظم تحتيها نسيبه شويه عشان نعرف نحط فيه الزرعات بعد كده، يعني بنعمل البيز اللي هنحط فيه عمدان العمارة تمام. لو تحت عندي مثلا عصب الفك قريب بننقله ونزرع عظمه حواليه ونحط الزرعات بتاعتنا، منطقه تانية بنزرع العظمه على طول وبعد كده نحط الزرعات. عندي مريض عنده مشكله في شكل اسنانه، واحد فلنفرض ان هم ثلاثه، واحد تقول له انا هعمل لك تنظيف وتبييض، واحد تبييض بس، واحد تلاقي تقول له لا ده لازم اعمل لك فينير، مين ياخد ايه؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا عايزين نوصل لايه في الاخر؟ شكل حلو. شكل حلو، ايه هو الشكل الحلو؟ اسنان مرصوصه، لونها كويس، نسبه اللثه اللي بتبان في الضحكه كويسه، اللي هي الايديال بتاعها من 0.3 من 0 ل 3 ملم، من 0 ل 3 ملي تمام، ده اللي احنا عايزين نوصل له. هنا احنا المريض اللي فوق هو نفس السنان، حضرتك لو بصيت مفيش تعديل كتير في السنان، وهي كانت مبسوطه بعوجه السنه اللي ناحيه الشمال فوق دي، شايفها حضرتك هي مبسوطه بيها تمام وجميله، هي عايزه تنظف وتعمل شويه تبييض، ده اللي احنا عملناه لها، زي القمر بقت زي الفل من غير قصص كتيره ماشي. في حد تاني ممكن يبقى عنده سبيسز، عنده مسافات بين السنان مثلا، فراغات دي اما هنمشي في سكه التقويم لو ينفع له تقويم، او لو الفراغات دي كبيره شويه هنقدر نخش في قصة الفينيرز اللي هي القشرة التجميلية بدون برد جامد في السنان، بدون هو يدوبك تحضير خفيف قوي، نبدأ ناخد مقاسات نعمل ديزاين للأسنان دي من أول وجديد بشكل يليق عليه ويليق على شكله وعلى لونه ولون عينيه والكلام ده كله، ونبدأ نصمم له عدسات صغيرة أو حاجات زي القشرة بتبدأ تترص على السنان كلها تدينا صفة السنان الحلوة اللي احنا بنشوفها دي. فاحنا هي الفكرة كلها احنا عايزين نوصل لإيه؟ شكل سنان حلو، فممكن نوصله بالتبييض، بالتنظيف، بفينيرز، بتقويم. ممكن يبقى عندي ضحكة لثوية، الضحكة اللثوية دي لو هي صغيرة نقدر نشيلها بالليزر، او لو مش او لو مش صغيرة بنقدر نعمل حاجة اسمها ليبر بوزيشن، ان احنا بننقل فتحة الشفة بتاعتها عشان خاطر لما تضحك الشفة ما تترفعش الرفعة اللي تبين لنا اللثة دي كلها، ودي عمليات كلها سهلة يعني دي ربع ساعة مثلا. فالدنيا دلوقتي مفيش خط ثابت احنا بنمشي عليه وخلاص، لا احنا على حسب كل كيس بنبدا نطور ونبدا نشوف ايه الاحسن لها عشان خاطر نمشي عليه. في سؤال بقى انا عايزك تديله حقه قوي براحتك خالص في الوقت، انا معاك، اشرحه لنا، لانه انواع الماتيريال دي خناقه. طبعا زركونيا ولا اي ماكس ولا برسولين ولا انا هقول لحضرتك على حاجه دلوقتي الدنيا بقى فيها تطورات كتير جدا، خلينا الخناقه ما بين الزركون والاي ماكس خليها على جنب شويه، نهدي لحضرتك الحاجات الاحدث من كده اللي بتفيدنا في الزراعه. البيك والتيتانيوم مش والحاجات دي كلها دي هي ده الليتست دلوقتي. انا واحد كبير في السن خالع سناني بقالي فتره طويله جدا، العظم تاكل، في حاجه اسمها فيرتيكال دايمنشن اللي هي المسافه من هنا لهنا، لو انا عملت له السنان لو العظم تاكل بشكل كبير، السنان لو عملتها يبقى حجمها كبير جدا، ووزن الزركون عشان خاطر يتحط على الزرعات لو انا زرع له الفك كله فوق وزرع الفك تحت بعد ما فقد العظم هيبقى وزنها تقيل جدا على الزرعات. فبنبدا نخش دلوقتي على حاجه اسمها بيك والتيتانيوم مش. ايه دول عباره عن ايه؟ بنعمل شاسيه معمول من ماده اسمها البيك، الشاسيه ده بيبقى طالع منه صوابع، صوابع دي بيبقى دي مرحله من مراحل المقاسات اللي هي عشان خاطر تبقى بعد كده تتربط بمسمار، بيبقى طالع منه صوابع 14
اكنها 14 سنه وضرس مبرودين، وبعد كده يركب عليهم الزركون فالسنان تبقى حجمها صغير، ونبدا نجمل اللثه. الكلام ده كله بياخد الوان معينه تديك لثه طبيعيه، فانت كده عوضت الفيرتيكال دايمنشن بوزن خفيف بشكل سنان حلو وشكل سنان طبيعي. ده وضع البيك، وضع التيتانيوم، هما الاثنين هما بيقوموا بالشكل ده. زي ما حضرتك شايف هنا هتلاقي اخرام اماكن المسامير اللي بتتربط في الزراعات. انت هنا عملت التركيبه، ده الشاسيه بتاعها اللي هو بيركب عليه بعد كده سنين، وبعد كده يتكسى اللثه بتاعتنا بشكل حلو. ودي الاماكن المسامير اللي بتتربط في الزراعات اللي احنا مثبتينها في بوق المريض. سؤالي، هل المريض يشغل دماغه بالفروقات بين المواد؟ ومهم جدا ان هو يفهم. لازم تعرف انت ايه اللي موجود فوقك. اه. ولازم تعرف مدى قوه اللي انت حاطه ده كسترنس يستحمل المضغ بتاعك، كوزن على الزرعات اللي انت حاططها. يعني انا دلوقتي لو حملت اوزان زياده على زرعات، ما ايه اللي هيحصل؟ نفس فكره العماره. انا عملت عماره 20 دور والاساسات بتاعتها 5 ادوار، تستحمل 5 ادوار، ايه اللي هيحصل؟ هتنهار. نفس القصه. فاحنا عايزين اوزان خفيفه عشان الزرعات بتاعتنا تعيش طول حياتك. فكل ما احنا عايزين نعوض مسافة كبيرة بنستخدم بقى البيك والتيتانيوم والكلام ده كله عشان نعمل الشاسيه اللي فيه السنين اللي هو وزنه خفيف جدا، تمام، اقل من وزن ان هو يبقى كلها زركون وبتدينا صلابة عالية جدا. هنا في الحالة دي، الحالة دي حلوة جدا، الحالة دي احنا هنا زرعنا الزراعات بتاعتنا من غير فتح جراحي خالص، ودي كانت immediate implant immediate loading. احنا فتحنا كل ده، يعني اللي فوق ده بعد العملية على طول، وتحت ده بعديها باربع خمس ايام بقى الراجل بسنانه كامله. بس هنا مش اي حد ينفع يتعمل له زراعات فوريه. اه طبعا. لازم يبقى عندي الميديا او المكان المهيئ ان احنا نزرع الزراعات دي. عندي عظم كويس، عندي صحه كويسه. عظم كويس يعني ايه عظم كويس؟ يعني طول وعرض وسمك وكثافه، صحه كويسه، لو عنده سكر يبقى كنترول، لو عنده اي امراض مزمنه هتبقى معمول لها سيطره كويسه، وبقى ماشي بسنانه والراجل مبسوط والدنيا زي الفل. اللثه اللي تحت دي لثه صناعيه. اه، ومش معموله على بيك، باينه هيب طبيعيه جامده جدا. آه. سنان زي الفل مرصوصه، نفس اللون الطبيعي، نفس الشكل بتاع لونه هو الطبيعي كمان. بالظبط كده اهو، لونه نفسه. دي نقطه مهمه جدا. ما اجيبش حد اسمر قوي اعمله سنان فاتحه قوي، وما اعملوش لثه مش مطابقه للون لثه، ما اعملش لثه مش مطابقه للون اللثه بتاعته، عشان تبقى ماشيين مع بعض. ده في حوالي 38 درجة لون بتتخلط عشان خاطر تدينا اللثة بتاعتنا دي. 38 درجة. 38 لون فيهم أصفرات وبمبات وأزرقات ورمادي وموف، في ألوان بدرجاتها كلها. يعني البمب حتى ليه مثلا في 10 ألوان بمب. اه طبعا. البنات عارفين الكلام ده. اه هم عارفين اكتر. لا البنت لا، ده سيمو، ده بالظبط بوربون، ده لولو كمون. وانا احنا بالنسبه لنا احمر. نورت وابدعت ضيف العزيز، واحد من نجوم عالم الاسنان طبعا، الدكتور كريم مكادي، استشاره زراعه وتجميل الفم والاسنان، وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الكونجرس الامريكي لزراعه الاسنان، كان مبدعا في حواره في الدكتور. في 2021 او 22، هل ممكن ان يوجد في مكان في العالم، في مصر، صاحبة التقدم والريادة في عالم طب الأسنان، اسمه إن حد كده مش دكتور يبقى فني ولا أي حاجة، أو هاوي يبقى ماشي بشنطة مع تركيبات جاهزة، يخرم لك بشنيور ويركب لك سنة كده في مكان ما تحت أي ظرف من الظروف؟ يا أخي لو معكش فلوس خالص، كلية الجامعات فيها لان هي في سوبرفيجن عالي. آه من الدكاتره. آه آه كل اعلى الكفاءات جدا جدا جدا. الدكتور المصري مفيش زيه، مفيش حتى زيه. الشباب يعني مش شرط يكون كبير وخبره، لا ممكن يكون شاب طبعا. لسه بس عنده الخبره وعنده سوبرفيجن، هيكون عنده الانفكشن كنترول. المكان دي مش هتقعد في مولد ولا تقعد في حته ولا تقعد في تجمع تعمل حاجه زي دي، ما ينفعش. خليكم مع الدكتور.
تحتفل شركة أوركيديا للصناعات الدوائية بانطلاق أول خط إنتاج للمراهم ذاتية التعقيم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط. ومن الجدير بالذكر أن شركة أوركيديا هي شركة مصرية رائدة في صناعة الأدوية الخاصة بطب وجراحة العيون، وقد تم ابتكار أحدث الوسائل التكنولوجية في التصنيع لضمان أفضل نتائج الفاعلية والأمان في جميع منتجاتها لخدمة المريض المصري، مما جعلها تحتل المركز الأول في صناعة الأدوية في السوق المصري. وقد تضمن الاحتفال تجمعاً لأكثر من 300 طبيب عيون من مصر ومن مختلف الدول العربية والإفريقية، وتم عرض أحدث الوسائل المستخدمة في التصنيع، حيث قامت شركة أوركيديا بابتكار ماكينة تعتبر الأولى من نوعها في تصنيع المراهم ذاتية التعقيم، حيث إن هدف الشركة الأول هو تقديم أفضل الخدمات الطبية والأمان للمريض ورعايته للحصول على حياة أفضل والحفاظ على أعظم نعم الله وهي البصر. والحقيقة الشركات المصرية، على الأقل أنا هتكلم على عيون، ما عرفش بقية التخصصات، لكن من أيام الكورونا والتعويم الأولاني للجنيه لما الأسعار غليت والأدوية المستوردة قلت، كلنا ابتدينا نتعرف جديا على شركات الأدوية المصرية، منها شركة أوركيديا وشركات كثيرة جدا في بالذات في العيون. هم ابتدوا يستخدم منتجاتهم لأن هي كويسة، فهم استفادوا إن هم خدوا الماركت شير ده للأدوية المستوردة كانت موجودة، وطوروا نفسهم، يعني طوروا نفسهم في ريسيرش اند ديفلوبمنت، في البحث، ان هم حسنوا المكان بتاعهم، الجوده بتاعه المنتجات بتاعتهم. فبعد ما رجعت الشركات حتى الاجنبيه بقينا نستخدمها كتير جدا الشركات الادويه المصريه، لان هي اثبتت ان هي بجوده عاليه، وهم فعليا ابتدوا يصدروا حتى للخارج. فاحنا فخورين من ناحيه العيون الشركات المصريه في صناعه الدواء. هو ده اللونش بتاع الأوركا كورتين، مرهم اللي شركة أوركيديا عاملاه، أول منتج من هذا القبيل في مصر. ولكن المؤتمر دايما في الحاجات دي، ودايما معاملتنا مع شركة أوركيديا في السنين اللي فاتت أنه دايما لازم يبقى حاجة علمية. فأنا هلقي محاضرة على الطرق الحديثة في علاج المية البيضاء وإزاي نتجنب المضاعفات، والأساتذة زمايلي كل واحد فيهم هيتكلم عن موضوع علمي، بحيث يبقى الاجتماع ده اجتماع علمي مش بس ان هو لونشنج بتاع ده. الأوركا كورتين له استخدامات كتير قوي الصراحة. من أشع الاستخدامات اللي احنا هنكون عايزينها، لأن ما فيش دلوقتي أي حاجة بتلبي هذه الرغبة عندنا، وكنا بنعتمد على مراهم وأدوية مستوردة، دلوقتي مش قادرين نجيبها. وبعدين المنتج بتاعنا بتاع أوركيديا ده منتج كويس جدا وفي نفس الإفكاسي وفي نفس الجودة، حاضر أنا استخدمه في الأمراض يمكن كتير جدا منها. يعني لو أنت اتكلمت على جفاف العين، على أمراض سطح العين، على الحساسية، أشع استخدامات هما الحاجات العادية دي. في بعد عمليات المية البيضاء، بعد عمليات الزرع القرمية، استخدامات كتير جدا ليها. ومن الميزات بتاعته ان هو ما فيش فيه مواد حافظة. مواد الحافظة من الحاجات اللي هي بتأثر سلبا على سطح العين، بالتالي أنا أقدر أستخدمه بمنتهى الأمان. وميزة تانية كمان إن نفس المادة بتاعته الفعالة اللي هي الكورتيزون اللي فيه ما بيمتصش بنسبة جوه العين، نسبة امتصاصه قليلة جدا، فبالتالي يأثر على السطح بتاع العين فقط، يعني يأثر على القرمية ويديني التأثير بتاعه على الملتحمة وسطح العين بدون ما يخش جوه العين ويرفع لي ضغط العين زي بقية الأدوية بتاع الكورتيزون. والله هو أوركيديا بتقدم تكنولوجيا جديدة في صناعة المراهم في مصر النهاردة، اللي هي صناعة مرهم عين معقم من بداية من التحضير والتعبئة.
وكمان التغليف بيبقى بشكل آلي بدون تدخل أي أيدي بشرية. التكنولوجيا دي مكلفة جدا ومعقدة جدا، ولكن أوركيديا اختارت الباث دوت أو الطريق دوت في تصنيع مراهم العين عشان خاطر يوصل للمريض دواء كفء وآمن ومرهم عين معقد. المراهم ده يعني يعتبر فورم من الفارماسيوتيكال فورمز اللي بتوفرها لشركات الأدوية، سبيشالي العين طبعا بتبقى محتاجة ان هي تبقى سترايل. طب ايه اهميتها؟ الدكتور بيبقى محتاج للمراهم ان هو بيكتبها للمرضى خصوصا فترة الليل لانها بتقعد لفترات اطول فوق عينه، فبيضمن الحماية اللي هو محتاجها او على حسب الانديكيشن او احتياج الدكتور، فهو كده بيضمنه باستخدام المراهم. طبعا وجود المراهم ليه اهميه اقتصاديه كبيره جدا، لان هي ما فيش غير شركه واحده تقريبا في مصر هي اللي بتوفر مراهم، باقي بيبقى مستورد، غير كمان ان في بعض انواع المراهم ما بتصنعش في مصر، وده بيخلي انها بتبقى موجوده بطرق يعني غير شرعيه، بتبقى متهربه، المريض المصري بيلاقيها باسعار طبعا متفاوته مبالغ فيها من 400 ل 600 جنيه، وده من ضمن المراهم دي كان المرهم الماده الفعاله بتاعته هيدروكورتيزون، احنا نزلناها باسم اوركا كورتين، نزلناها طبعا بسعر منافس، احنا اول شركه في مصر توفره في السوق المصري، ودي بتبقى مهمه جدا، دكاتره بيحتاجوها في حالات كتير من حالات التهابات العيون، فده بيوفر اكيد عمله صعبه، بيوفر على المريض المصري مجهود وفلوس هو بيدفعها في حاجه مش في قيمتها، فدي من الحاجات المهمه جدا ان دايما شركه اوركيديا بتبقى حريصه عليها ان هي توفر للسوق المصري للاطباء وللمرضى كل الموليكيولز او كل الادويه اللي هم ممكن يبقوا محتاجينها وما بيلاقوهاش. الحقيقه مصر كان ينقصها مراهم كتير، المرهم مختلف عن القطره في استخدامه، القطره بتقعد تاثيرها من 5 دقائق لنص ساعه بس، انما المرهم بيتطور استعماله او يتطور فترة التأثير بتاعه من 4 ل 12 ساعة، فبالتالي احنا محتاجينه طول فترة نوم المريض، يعني بالذات في الفترة الليلية المراهم مطلوبة. صناعة المراهم في مصر الحقيقة كان فيها قصور شديد وعجز جامد. النهارده لما بيبقى عندنا كذا شركة في الماركت المصريين بيعملوا المراهم اللي ناقصالنا، ده الحقيقة تطور جامد جدا جدا، بالذات في المواد اللي بدون مواد حافظة.